بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الثالثة في السي ان اس، وهي تكملة الانرجيسكس اللي هم السكند جروب اوف انرجيسكس. وكنا خدنا قبل كده الناركوتيك انرجيسكس، بناخد النهارده ان شاء الله اللي هي النون ناركوتيك انرجيسكس، او الاسم الثاني لو انا احطها تحت جروبس اللي هي بتاعت الانتي انفلاماتوري دراجز. فعندي في الانتي انفلاماتوري دراجز عندي نوعين كبار، استرويدال ونون استرويدال. هما دول نون استرويدال يعني ما فيهمش استرويد ستراكشر اللي هي بتاعه الكورتيزول، وبالتالي هما ممكن نسميهم باسم تاني نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. كذلك ممكن قوي بتتسمى انتي بايريتيك دراجز، على اساس ان المين كاركتر بتاعتها اللي بتفرقها عن الناركوتيك انها بتبقى accompanied with or associated with انتي بايريتيك انرجيسكس. Antibiotic analgesics اللي هم non-steroidal anti-inflammatory drugs عبارة عن زي التعريف العام لل proper analgesics اللي هم CNS depressants that relieve the pain centrally without narcosis. تمام؟ They lower elevated body temperature to normal. هنا بقى اللي بيفرقهم عن الجروب الثانية الأساسية اللي هي الناركوتيك أنرجيسيك. Most of them معظمهم except paracetamol have anti-inflammatory and anti-rheumatic effects. يبقى المجموعة دي ما عدا الباراسيتامول ممكن كمان أسميها قلنا إيه؟ Non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs. إيه القصة بتاعتهم بتبتدي منين؟ اولا علشان نفهم القصه بتاعتهم يبقى نعرف الاول خالص هم بيشتغلوا ازاي، واللي بيشتغلوا التارجت بتاعهم ده بيتكون ازاي. اول حاجه معروف ان في السيل ميمبرين بيتكون من فوسفوليبيدز. لو حصل ستيمولس او انجري بيحصل ايه؟ يحصل اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفوليبيز. في منه انواع، احنا هنمسك هنا النهارده فوسفوليبيز A2. فوسفوليبيز يعني بيعمل سبليتنج للفوسفوليبيد، وبيعمل ريليز لمين؟ للاراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد ده عباره عن 20 كربون اتوم فاتي اسيد. ده مهم جدا لانه وانس بقى فري وخرج من السيل ميمبرين بقى عرضه اكسبوزد ل ميني انزيمز بيشتغلوا عليه كسبستريت، وبيعملوا اكتر من حاجه. ففي اهم تو باث ويز، في عندي انزيم اسمه لايبو اوكسجينيز، دوت بيكون مجموعه من المواد في النهايه خالص اللي هو تكوين اليوكوترينز. يبقى انا عندي المجموعه اللي هي بعمل باث واي عن طريق اللايبو اوكسجينيز، بيكون في النهايه مين؟ ليوكوترينز، مجموعه من المواد اللي هي الفاتي اسيد ديريفاتيفز، ودول ليهم القدره على انهم يعملوا برونكو كونستريكشن. والال تي او ليوكوتراين بي 4 ده له قدره انه يعمل كيموتاكسيس. يبقى ادي باثوي من الباثويز اوف اراكيدونيك اسيد ميتابوليزم. طيب في كمان انزيم ثاني لما بيلاقي الاراكيدونيك اسيد فري على طول هو جاهز انه برضه يشتغل على الاراكيدونيك اسيد. طب يعمل ايه السايكل اوكسجينيز؟ يكون مجموعه ثانيه من البرودكتس برضه فاتي اسيد ديريفاتيفز، اهمهم البروستاجلاندينز اللي هم البروستاسايكلين، ودي ليها اسم ثاني بروستاجلاندين اي 2، وفي بروستاجلاندينز اخرى اي 2، وطبعا وغيرهم بقى في الفا واف وغيرهم واي وبي وسي ودي اتسترا، واحنا خدنا الكلام دوت في الاوتاكويدز. وممكن واحد على الجانب الاخر اللي هو الثرومبوكسان اي 2 تي اكس اي 2. يبقى انا عندي اهم ثلاثه انا استعملهم في الدراجز اللي هم نون استرويدال، ثلاثه بروستاجلاندينز، عندي البروستاسايكلين. وده بيعمل ايه البروستاسايكلين؟ ده بيقلل البليتلت اجريجيشن وبيعمل فازو دايليشن، كذلك بيقلل اليوتراين 2. في المقابل الثرومبوكسان اي 2
له افكت معاكس للبروستاسايتين اللي هو الثرومبوكسين اي 2، فبيعمل ايه؟ يزود البليتد اجريجيشن ويعمل فازو كونستريكشن. طب البروستاجلاندين اي 2 بيقلل الفاسكولار تون، بيعمل استيميشن للبين ويزود البين سنسيشن، وكمان بيزود الوتراين تون وبيزود التمبريتشر. وده هنفتكره لما نعرف ان ازاي الادويه دي بتقلل التمبريتشر. على اساس ايه؟ انها تقلل البرودكشن اوف بروستاجلاندينز انكلودنج الاي 2 اللي هو بيزود التمبريتشر، فالتمبريتشر المرتفع ده. الباسوي ديت اللي احنا شايفينه في ممكن او نستخدم دراجز والتارجت بتاعها مختلف. فممكن استخدم كورتيكوستيرويد تو انهبيت الفوسفولايبيز اي 2، وكذلك بيعمل انهبيشن للسايكل اوكسجينيز عن طريق دي ريدكشن في البروتين سينسز اللي هو الانزيم ده عباره عن بروتين. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا على السايكل اوكسجينيز. يبقى الكورتيكوستيرويد بيشتغل على الفوسفولايبيز اي 2، بتشتغل على المنبع، بينما النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو الانتي فايروتيك انرجيسيك بتشتغل على السايكل اوكسجينيز انزيم، وده فيه منه انواع سايكل اوكسجينيز 1 و 2 وكمان فيه 3 بيعملوا انهبيشن للسايكل اوكسجينيز. فانا لما اقفل السايكل اوكسجينيز يبقى مفيش تكوين لمين؟ للبروستاجلاندينز. طيب على الجانب الاخر لايبو اوكسجينيز عندي مجموعه من الادويه بتقلل اللايبو اوكسجينيز انزيم، يمثلهم دواء موجود عندنا اسمه زيلوتون، ده انهبت اللايبو اوكسجينيز، يبقى ده هيعمل ايه؟ هيقلل تكوين الليكوترينز. طيب في كمان بقى ادويه بتشتغل على الريسبتور بتاعه الليكوترينز بتقفلها، زي الزفير لوكاست والمونتلوكاست. الكلام ده هيبقى موجود، الجزء ده هيبقى موجود في الاوتاكويدز والبرونكيال ازمه. بينما النهارده هنتكلم على النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي بتشتغل على السايكل اوكسجينيز 1 و2 و3. الكورتيكوستيرويد هناخدها فين؟ هناخدها في الاندوكراين. الكورتيكوستيرويد بيمثلهم الكورتيزول، وزي ما انتم شايفين هنا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل ايه؟ بتقفل السايكل اوكسجينيز، فبتقلل الانفلاميشن اللي بيزيد مع البروستاجلاندينز. الليكوترينز انهيبيتور سواء كانت بتشتغل على اللايبو اوكسجينيز او على الريسبتور هيقفلوا الباسوي الثاني، وده برضه على فكره برونكو كونستريكشن وكرونيك انفلاميشن. يبقى هنا ممكن نكتب جنب الكرونيك البرونكو كونستريكشن نكتب كمان الليكوترينز ار انفولفد في ايه؟ في الكرونيك انفلاميشن والاي كمان والسلو رياكتنج سبستانس اوف انافيلاكسيز، عباره عن مجموعه الليكوترينز برضه ممكن تعمل اللي هو ما يسمى الانافيلاكسيز. وبالتالي يبقى عندي الزيلوتون يقفل الانزيم، بينما الزفير لوكاس يقفل الريسبتور. طب انا عندي حاجه تقفل الريسبتور بتاعه البروستاجلاندينز؟ لا ما عنديش. انا هنا في دراستنا النهارده مش هنتكلم على اي حاجه غير ان النون ستيرويدال بيشتغل على السايكل اوكسجينيز انزيم. طيب علشان كده بقى ده يقفل الانفلاميشن، ده في الغالب البروستاجلاندين بتبقى انفولفد في الاكيوت انفلاميشن، بينما اللايب اوكسجينيز بالليكوترينز بيشتغلوا اكتر ويعملوا كرونيك انفلاميشن، يبقى ده يقفل الكرونيك انفلاميشن، ده يقفل الاكيوت انفلاميشن. طب والكورتيكوسترويد لما يقفل من المنبع يقفل الاثنين. عشان كده الموست باورفول انتي انفلاماتوري نعرفه هم مين؟ الكورتيكوسترويدز. الكلام و بنفكر نفسنا تاني اللي هو موضوع الكورتيزول. والكورتيزول بيشتغل عن طريق ايه؟ انه بيكون بروتين اسمه لايبوكورتين، وده بيشتغل على الفوسفولايبيز اي 2 كما قلنا وبيعمل انهبيشن له. وادي الاركيدونيك اسيد، وادي الباثوي اللي هو بتاع الكوكس باثوي واللوكس باثوي. طيب نتكلم هنا الميكانيزم اوف اكشن بقى في نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الانالجيسيك انتي بايوريتيك، دول بيشتغلوا ازاي؟ بيعملوا انهبيشن للكوكس انزيم سواء واحد او اثنين او ثلاثه، وبالتالي قللوا السنسز اوف بروستاجلاندينز كلها بما فيهم البروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي ثرومبوكسين اي 2. طبعا كلمه بروستاجلاندين دي هنخش بيها بقى بروستاجلاندين اي وبي وسي ودي واي واف، وفي كمان اتش بس ده بيبقى تمبوري.
يبقى لو أنا رجعنا للأوتاكويز هنتكلم على البروستاجلاندين فيها إن شاء الله. نون ستيرويدال انتي فاتودوداكس بتشتغل عن طريق الانهيبيشن اوف سايكل اوكسجينيز انزيمز اللي هما اختصارا ليهم كلمه كوكس سايكل اوكسجينيز. عندي ثلاث انواع معروفين كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3. طيب الوظيفه بتاعتهم اصلا ايه علشان لما يحصل انهيبيشن نعرف ان هيحصل العكس. كوكس 1 ده بنقول عليه كونستيتيوتيف يعني فيسيولوجيكال. يعني ايه كونستيتيوتيف او فيسيولوجيكال؟ يعني معناه انه موجود باستمرار وبيقوم بوظائف فيسيولوجيه في داخل الخليه. واهم الاماكن تشمل الاستومك والكيدني. طب في الاستومك بيعمل ايه؟ بيقلل ال HCL، بيزود البلاد فلو في الميوكوزا، بيزود الكربونيك البايكربونيت اللي بتعمل نيوتراليزيشن HCL، وبيعمل بروتكشن عن طريق كمان انه بيزود الميوكس لاير على الميكوز، وبالتالي بيعمل بروتكشن اجينست بيبتيك ألسر. الكيدني بيزود الرينال بلاد فلو عن طريق الفازودايليشن، وبالتالي بيحسن الفيتاليتي بتاعت الكيدني. طيب النوع الثاني اسمه كوكس، وده بيقولوا عليه انديوسيبل، وانديوسيبل بايه؟ بانفلاماتوري ميدييتورز اللي هي بتظهر اللي هم السيتوكاينز اللي بيظهروا ساعة لما بيبقى فيه انفلاميشن. تلاقي الليوكوسايتس تطلع سيتوكاينز، السيتوكاينز دي بنسميهم انفلاماتوري ميدييتورز. يبقى سواء كان فيه انفكشن او فيه انفلاميشن الميدييتورز دي بتطلع توكسين نتيجة لتوكسين اسف، فبالتالي يحصل ايه؟ يزيد السيتوكاين لو انترلوكين 1 وتيومر نيكروزيس فاكتور. هذه المواد السيتوكاينز تعمل اكتيفيشن للكوكس 2 اللي قلنا ايه انديوسبل، يعني هو المفروض ان اكتف. امتى بقى يبقى اكتف؟ لما يطلع السيتوكاينز، وبالتالي يزيد الاكتيفيتي بتاع الكوكس 2، وبالتالي يزيد البرودكشن اوف بروستاجلاندينز، وهي بتساعد في الانفلاميشن. بتساعد زي في الانفلاميشن اكساجيريت الانفلاميشن. احنا عارفين ان في ميدييتورز الانفلاميشن زي البراديكاينين والهيستامين. لو انا في تشو فيه براديكاينين هيعمل سيرتن ديجري اوف انفلاميشن. طيب لو كان بقى البراديكاينين موجود مع البروستاجلاندينز تلاقي الانفلاميشن اكساجيريتد جدا. تمام. طيب لو ادينا لو في بروستاجلاندين فقط في التشو لا مش هيعمل انفلاميشن، هيبقى حاجه نيجليجبل. هاويفر حاليا دلوقتي وجدنا لا ده الكوكس 2 مش بس انديوسبل، لا ده في بعض الاماكن برضه كونستيتيوتيف. كونستيتيوتيف يعني ايه؟ يعني موجود في بعض الخلايا وبيقوم بوظائف برضه. زي ايه؟ زي الكيدني، زي البرين، زي الاندوثيليال سيلز. وهنقول بعد كده ان شاء الله لما نتكلم على كوكس 2 انهيبيتورز هنتكلم عليها الى حد ما بتفصيل شويه. طب كوكس 3 ده موجود فين؟ موجود في البرين فقط. وبالتالي الادويه اللي هتبقى سيلكتيف انها تقفل كوكس 3 فقط يبقى هتشتغل فقط في البرين. مش هتقدر تشتغل في بقيه التيشو لانها ما بتشتغلش على كوكس 1 ولا كوكس 2 اللي موجود في معظم التيشوز. Induction of cycle oxygenase enzyme. لو انا عملت induction للسايكل اوكسجينيز، انا اتكلم الاول على induction وبعد كده اقول الانهيبيشن هيحصل ايه. لو انا زودت الاكتيفيتي بتاعت السايكل اوكسجينيز في السي ان اس في منطقه الهايبوثالاموس، انا هتكلم على المناطق المهمه بالنسبه لنا كمستوى سنه ثالثه. الهايبوثالاموس موجود في الهيت ريجوليتنج سنتر. طب بيعمل ايه لما يزيد السايكل اوكسجينيز؟ يزود البروستاجلاندين اي 2. البروستاجلاندين اي 2 دي ترفع السيت بوينت بتاعه الهيت ريجوليتنج سنتر اللي خدناه في الفيسيولوجي، وبالتالي لما السيت بوينت يترفع على طول الهيت ريجوليتنج سنتر يروح رافع الحراره ونخش في ايه؟ في فيفر. طيب في منطقه الثالاموس فاسيليتيت الامبلسز بتاعه البين زيه زي مين؟ زي ما قلنا على الاوبيويد، بيعمل فاسيليتيشن للبين ان هو بين ترانسميشن، وبالتالي لما يعدي من الثالاموس بسهوله يوصل للسنسوري ارياز، وبالتالي احساسنا بالالم يزيد. طيب في البريفري بيعمل ايه؟ اهم حاجه عندنا الانفلاميشن. ازاي بيزود الانفلاميشن؟ بيسنسيتايز النوسي سيبتورز للهستامين والبراديكاينين والسيروتونين، فاحساسنا بالالم يزيد. بوتنشيات الافكت برضو في هستامين والبراديكاينين
فبيعمل مور فازودايليشن بتاع الهستامين والبراتيكرينين، فيؤدي الى الريدنس والهوتنس، وكمان تزود الكابلاري بيرميابيليتي فيحصل الاديما، اللي هي مانيفستيشنز اوف انفلاميشن. عارفين اللي هو المانيفستيشن بتاع الانفلاميشن بين ريدنس هوتنس اديما. كلاسيفيكيشن اوف نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز واللي اسمهم انتي بايوريتيك انالجيسكس، وساعات يتقال عليهم انالجيسك انتي بايوريتيك انتي انفلاماتوري. في عندنا مجموعه من الادويه نون سيلكتيف تقفل كل الكوكس سب تايبس او الايزوزايمز، سواء كان كوكس 1 او 2 او 3. المجموعات دي طبعا هي المجموعات القديمه اللي هي الكلاسيكال، ودول يشملوا سب جروبس كبار كل جروب فيها ادويه كتير. اول مجموعه السلسليتس اللي هو اشهر واحد فيهم الاسبرين، ثاني مجموعه اللي هي البايرازولونز وهناخد مثال منهم ازابروبازون، المجموعه الثالثه بروبيونيك اسيد ديريفاتيفز وهناخد منهم نابروكسين ايبوبروفين والكيتوبروفين، اسامي فقط. الاندولز ودول يمثلهم الاندوميثاسين، وفي واحد اسمه سولينداك هنتكلم عن الاندوميثاسين. الفيناميتس جروب ده يمثلهم الميفيناميك اسيد. في كمان مجموعه الفينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز اللي هو الديكلوفيناك، ويمكن كلنا عارفينه او معظمنا اللي هو الديكلوفيناك ده اللي هو في السوق اسمه الفولتارين. في كمان المجموعه الاخيره اللي هي السبعه الاوكسيكام، ودول يشملوا بيروكسيكام وتينوكسيكام. البيروكسيكام ده مشهور باسم فيلبين. مجموعه ثانيه سيلكتيف على كوكسي 2، ودول افكتيف انتي انفلاماتوري ايضا وانتي روماتيك وليس جاستريك اند رينال توكسيستي. يمثلهم مين؟ السيلكوكسيب والريفيكوكسيب. طبعا الدوزس انت مش مطالب بيها، عشان كده انا عامل عليها ايه اللي هو الشرط. في بقى جروب ثالث يشتغل على كوكس 3 فقط، دول بيعملوا انهيبيشن لكوكس 3. قلنا كوكس 3 ده موجود فين؟ موجود في البرين. اذا الكوكس ده لالوش افكت بقى لا على الكيدني ولا على الاستومك ولا على الاوثيليال سيلز ولا اي حاجه، هو له افكت فقط في البرين. طب في البرين ايه النقطتين اللي هم مهمين جدا؟ موضوع التمبريتشر والبين. التمبريتشر والبين، اذا هو هياثروا على التمبريتشر والبين، لان كوكس 3 في البرين هو وظيفته الاساسيه التمبريتشر والبين. السنسيشن اللي هو بتاع الثالاموس اللي هو الفاسيليتيشن. أول مجموعة اللي هي النون سيلكتيف كوكس انهبيتورز، وهناخد الجروب اللي هو يمثلهم السلسليتس. السلسليتس عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديريفاتيفز من السلسليك أسيد. طيب السلسليك أسيد ده بنستخدمه؟ بس ده فير إيرتنت، وبذلك يستخدم لوكالي فقط. ليه؟ لأنه مادة كاوية. ده فير إيرتنت كوستيك و كروسيف، كروسيف يعني مادة كاوية، عشان كده ما اقدرش استخدمه غير لوكال فقط، وطبعا بتخفيفات مختلفة. طب انكلود ايه بقى الديريفاتيفز بتاعة السلسليك اسيد؟ عندي ديريفاتيفز، اولا السلسليتس فور سيستميك يوز، عندي اسيتايل سلسليك اسيد، يبقى اهو اسيتايليتد سلسليك اسيد اللي هو الاسبرين، وعندي صوديوم سلسليت، وعندي سلسيلاميد، وعندي دايفلونيزال وبينوريليت. احنا هنركز اكتر على اسيتايل سلسليك اسيد، ودول نعرفهم بس كاسامي. طيب السلسليت فور لوكال يوز، السلسليك اسيد نفسه تمام، وده بستخدمه قلنا كايه؟ كماده كاويه. ساعات بنستخدمه في الووردز اللي هو بنسموها اللي هو ايه العين السمكه وغيره، علشان نشيل الكولوزيتيز والحاجات لما يكون واحد عنده قشف او طبقه سميكه من الكيراتين فبنشيلها. وكذلك في مخفف منه ميثايل سلسليت، ده اللي هو يمكن موجود في الاسم اللي هو ابو فاس، اللي هو له ريحه كده زي النعناع شويه وجميل. طبعا كل الدراج بنتكلم على ايه؟ قلنا بنتكلم على الكاينيتكس والديناميكس، وبنتكلم هنا على الايه؟ على الاسبرين اللي هو الاسيتايل سلسليك اسيد. الابزوربشن بتاعه اورالي فروم ابر جي اي تي. طب ليه من الابر جي اي تي؟ لانه اسيدك،
وبالتالي في البي اتش اللي هو الاسيديك بيبقى افضل. تمام، يبقى هنا البي اتش لما تكون اسيديك يبقى في الاستومك، هنا بيبقى نون ايونايزد وبالتالي يبقى ابزوربت، يبقى الاسيديتي بتزود الايه الابزوربشن بتاعه السلسليت. بيتر ابزوربت فروم استومك طبعا، بات مور فروم انتستين. الله، طب انا لو استخدمت بقى حاولت اقارن بالكميه اللي تمتص بكفاءه عاليه في الاستومك واللي بتتمص بكفاءه اقل في الانتستين، لا الانتستين لسه كبير هي اكتر بكتير واهم. ليه؟ لان السيرفيس اريا عاليه جدا وهو اصلا ادابتد وبريبيرد فور ابزوربشن، والكونتاكت تايم كمان ايه طويل. عشان كده برضو ستيل الابزوربشن لو انا هقول بالكميه وقارن يبقى برضو في الانتستين اكتر. طب الديستريبيوشن اول اوفر ذا بودي، الدواء ده قلنا بيعدي البلاد برين بارير، يبقى اول اوفر ذا بودي باسز البلاد برين بارير اند بلاسينتال بارير، ممكن يروح للبيبي، يبقى خلي بالنا ممكن يبقى يعمل تراتوجينيستي. ان بلازما اند تيشو رابيدلي هايدرولايز تو سلسليك اسيد، بس احنا كده هربنا من ايه من الاريتيشن على الاستومك او مكان التعاطي. وطبعا هنا بيبقى الجرعه برضو بتبقى ايه الكونسنتريشن قليل جدا. السلسليك اسيد از 50 to 80% باوند تو بلازما البوم، وبيعمل ايه displaces other drugs، يبقى هنا ده سايت اوف انتر اكشن، يبقى هو ممكن هنا يعمل displacement other drugs، فالليفل بتاع الاذر دراجز يزيد اللي هو الفري فراكشن، وبالتالي الفري فراكشن بتاع الاذر دراجز يعمل مور باورفول اكشن ممكن يخش في توكسيستي. ميتابوليزم موستلي باي كونجوجيشن ويز جلوكيرونيك اسيد وجلايسين، وبيكون في الحاله دي لما بيحصل كونجوجيشن، عارفين الكونجوجيشن اللي هو فيس تو رياكشن، معظم الغالبيه العظمى بتبقى ان اكتيف برودكتس، ويبقى يكون ما يسمى inactive salicylic acid. طيب في كمان little amount من الاسبرين بيبقى oxidized الى active gentisic acid still active، بس ده كمية صغيرة بفيز 1 reaction. يبقى عرفنا الميتابوليزم. طيب الاكسكريشن mainly renal، some excretion بيبقى بسيط قوي في السلايفا وفي الملك. طيب الدواء ده أسيدك، يبقى لو نزل في البول لو كان المحيط اللي حواليه عكسه يعني ألكالين هو أسيدك، وحطيته في محيط عكسه يبقى إكزو، يبقى معناها إيه؟ يبقى هيحصل له إكسكريشن أكتر، وبالتالي زيادة الرينال إكسكريشن دي لو أنا حطيته في محيط عكسه يبقى إكزو في الرينال تيوبيولز في وسط اليورين، استفيد بيها فين؟ في الرينال توكسيستي، في قصدي في السلسليت توكسيستي. في الحاله دي اعمل الكالونيزيشن لليورين، يبقى هزود الاكسكريشن، ويبقى ده نوع من انواع التريتمنت للسلسليت او الاسبرين توكسيستي او اوفر دوز. البلازما هاف لايف بتاعه الاسبرين 15 دقيقه، وبيتحول بسرعه لسلسليك اسيد، وده بيقعد لمده 3 ل 6 ساعات اللي هو الاكتيف فورم اللي هو السلسليك اسيد. طب السمول دوز بيبقى فيرست اوردر كاينيتيك وله كونستانت تي هاف، ونرجع للجنرال هنفتكر الفرق بين فيرست اوردر كاينيتيك والزيرو اوردر كاينيتيك. يبقى هنا لو كان سمول دوز يبقى يتبع اوبيز فيرست اوردر كاينيتيك كونستانت تي هاف، و فيكسد بيرسنت اوف ذا دوز او البلازما كونسنتريشن فيكسد بيرسنت is processed سواء بقى absorbed, excreted, metabolized، اي حاجه اي كاينيتيك بروسيس بتاعته هتبقى fixed percent، عشان كده التهاف دايما ثابت. طيب بينما لو اتاخد في large dose اكتر من كفاءه والكباستي بتاعه الانزيمز الميتابولايزنج، هنا بيبقى zero order kinetic والجسم ما بيقدرش يتعامل الا مع fixed amount من الدراج، وبالتالي الفيكسد دي طالما انا مدي دور جرعه اكتر منها يبقى الجزء الثاني اللي هو اكتر من الكميه بتاعه كفاءه الجسم هتترحل فيما بعد بعد ما يخلص على الكميه الاولى، وبالتالي هيبقى التي هاف هتزيد لو انا اديت جرعه اكتر من كفاءه او كباستي بتاعه الانزيمز، وبالتالي كل ما زود الجرعه يبقى التي هاف هتزيد مع الدوز. ليه؟ لان كميه اكتر هتقعد مستنيه لما الانزيم تفضى عشان تعمل لها بروسيسنج.
دلوقتي ننتقل الى الداينامكس اوف سالسيليت. احنا قايلين ان كل نونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز انكلودنج سالسيليت اند ريبريزنتد باي اسبرين كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهيبيشن لكوكس انزيمز، ودول نون سيلكتيف المجموعه اللي احنا اتكلمنا عليهم 1 2 اند 3. لكن بيتميز الاسبرين بخاصيه غير الباقيين ان هو بيعمل irreversible inhibition of COX enzyme سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة دونا عن مين؟ كل السلسليتس وكذلك كل النونسترويدل. يبقى كل النونسترويدل بما فيهم باقي السلسليتس بيعملوا inhibition للكوكس enzymes non-selectively و reversible. لكن في حالة الأسبرين فقط اللي هو الاسيتايل سلسليك اسيد بالاسيتايل جروب دي بيعمل استايليشن للانزيم وبالتالي بيبقى الانهيبيشن بيبقى irreversible. يبقى ادي الميكانيزم اوف اكشن وقلناه قبل كده. طيب السي ان اس الانالجيسيك افكت ده نمره واحد في السي ان اس، وده اهم حاجه لان احنا حاطين المجموعه دي تبع الانالجيسيكس. طب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق ان هو بيمنع الفاسيليتيشن of impulse transmission of pain في الثلاثة. نعرفين ان ايه؟ ان البروستاجلاندين قلناها من ضمن الاكشن بتاعها على السي ان اس انها على مستوى الثلاثة بتزود الامبلس ترانسميشن من السكند اوردر نيورون للثيرد اوردر نيورون اللي رايح للكورتكس، وبالتالي بيخلي الثريشولد قليل وبتخلي الاب يعني اسهل ان تعدي البين سنسيشن في هذا السينابس. طب لما قلل بقى البروستاجلاندين عن طريق ان انا انهبت باي انهبيشن اوف بروستاجلاندين فينسز في الحاله دي يبقى الثريشولد زاد، يبقى محتاجه لامبلس اقوى علشان نقدر تعدي من غير فاسيليتيشن، وبالتالي هنا البين ثريشولد يزيد وخاصه قلنا فين؟ في الثلاس. تمام. طيب نمره 2 البريفرال ميكانيزم ازاي له انالجيسك افكت اللي هو الاكشن بتاعه كانتي انفلاماتوري. احنا قلنا ان هو بيعمل بوتنشيشن للانفلاميشن، ومن ضمن البوتنشيشن ان هو بيزود السنسيتيفيتي لل اوف بين ريسبتورز لمين؟ للميدييتورز بتاعت الانفلاميشن زي الهيستامين والبراديكايين والفايف هيدروكسي تريبتامين. طب انا بقى مين اللي بيعمل كده الفاسيليتيشن ده او بيعمل اكساجريشن للسنسيتيفيتي للبين ريسبتورز؟ هنا مين؟ البروستاجلاندينز. طب انا هقلل البروستاجلاندينز يبقى السنسيتيفيتي اوف نوسيسبتورز اللي هو النيرف اندنجز بتاعت البين ريسبتورز للهيستامين والبراديكاينين والسيروتونين قلت، وبالتالي برضو يبقى محتاج باورفول ستيمولس عشان يقدر يعمل ستيموليشن للريسبتورز. يبقى كده بيقلل برضو بريفرالي احساسنا بالالم. السكند اكشن في السي ان اس اللي هو الانتي بايريتيك. انتي بايريتيك يعني ايه؟ ريديوس اليفيتد بودي تمبريتشر نوت نورمال بودي تمبريتشر، يعني ما ينزلش الحراره العاديه. طبعا كلنا عارفين ان احنا بناخد اسبرين حرارتنا ما بتنزلش، لكن لو حرارتنا عاليه تنزل للنورمال. طب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هنا ممكن قوي نشرحها ببساطه وبسرعه جدا. افتكر الفيسيولوجي ان لما بيكون في اكسوجينس بايوجينز اللي جايه من البكتيريا بيحصل انها اللي تحصل استيموليشن للماكروفيج والليكوسايتس عشان تطلع ايه؟ بتطلع سايتوكاينز منهم مواد اسمهم اندوجينس بايروجينز. يبقى الاكسوجينس بايروجين بتاعت الانفكشن او التيشوز بتعمل استيموليشن لمين؟ للليكوسايتس عشان تطلع اندوجينس بايروجينز. الاندوجينس بايروجينز دي بتروح للهايبوثالاموس، في الهايبوثالاموس بتعمل اكتيفيشن للسايكل اوكسجينيز انزيم. السايكل اوكسجينيز انزيم في منطقه الهايبوثالاموس بيزود انتاج، لما يحصل له اكتيفيشن يزود انتاج البروستاجلاندين اي 2. البروستاجلاندين اي 2 لما تعلى بتبقى بتزود السيت بوينت اللي هي الثيرموستات بتاع الجسم، ولما بيعلى الثيرموستات بالحاله دي بيخلي الهيت ريجوليتنج سنتر يزود الحرارة بتاعت الجسم علشان تنطبق درجة حرارة الجسم مع السيت بوينت اللي هي موجودة زي الثيرموستات. طيب يعني معناها ان المشكلة كلها في ايه؟ المشكلة كلها ان في انتاج زيادة للبروستاجلاندين E2
وبالتالي هي دي اللي زودت السيت بوينت. طب انا لو منعت بقى تكوين البروستاجلاندينز في الهايبوثالاموس، يبقى البروستاجلاندين اي 2 ليفل اللي كان عالي يرجع تاني للنورمال، لان السنسز اللي زاد عن طريق الاكتيفيشن بتاع السايكل اوكسجينيز بسبب ايه؟ بسبب الاندوجينس بايروجينز، هنا انا لغيته. وبالتالي يرجع تاني البروستاجلاندين اي 2 ليفل للنورمال، وبالتالي السيت بوينت ترجع نورمال، وبالتالي الهيت ريجلوتنج سنتر يرجع تاني التمبريتشر زي ما كان. طب يرجع التمبريتشر زي ما كانت ازاي؟ ان هو يزود الهيت لوس عن طريق بريفرال فازو دايليشن، وبالتالي يروح البلد اللي هو السخن للسكن، وبالتالي يحصل لوس اوف هيت عن طريق الراديشن من السكن. كمان يعمل يزود السويتنج، والسويتنج كمان تزود الهيت لوس باي ايفابوريشن، ذلك موبيلايزز الفلويدز فروم تيشوز تو بلازما، وبالتالي البلازما دي اللي هي بتروح للسكين برضو هتزود اللي هو الهيت لوس من السكين. طيب احنا دلوقتي قلنا ان هو بيعمل ايه؟ خلاص هو رجع الايه السيتنج بوينت اللي هو الثيرموستات للنورمال، وبالتالي قلل الحراره لما تكون عاليه. طب نفترض بقى ان الواحد خد جرعه عاليه قوي، اوفر دوز يعني توكسيستي، في الحاله دي يحصل ايه؟ الواحد مثلا كان يتوقع يقول اه ده هو بيقلل الحراره عاليه، فلما اخد توكسيك دوز هنا هيحصل هايبوثيرميا. لا تصدق بقى يحصل العكس، يحصل ايه؟ هايبرثيرميا. طب سببها ايه؟ سببها انه بيمنع الايه الاكسيديتيف فوسفوريليشن كابلنج. انت عارف لما بتعمل اللي هو الميتابوليزم وتعمل اكسيديشن، الناتج الاكسيديشن ده الانرجي اللي بتطلع بتتحط في الاي تي بي اللي هو عن طريق ان هو بيصنع الاي دي بي اللي هو دي اللي هو عن طريق ان هو بيحط هاي انرجي بوند، ثم يحط كمان بوند ثالثه بفوسفيت، يعني بعمل فوسفوريليشن للادينوزين مونوفوسفيت الى داي وثم تراي فوسفيت. يبقى الانرجي دي كنت بحطها في الفوسفوريليشن في الهاي انرجي بوند، هو بيمنع بقى ان احنا احط الانرجي اللي طالعه تتحط في ايه؟ في الهاي انرجي بوند، يعني يمنع الاكسيديشن فوسفوريليشن. نتيجه لكده يحصل ايه؟ ان الانرجي دي مش هتتخزن، ولكنها هتبقى ريليزد في ايه؟ في السيلز وفي التيشوز، وبالتالي يحصل ايه؟ يزيد الحراره بتاعت الجسم. اذا هيحصل هايبرثيرميا وليس هايبوثيرميا. يبقى الجلوكوز اوكسيديشن كان بيعمل ايه؟ انرجي، جزء منه ورك وجزء منه بيعمل فوسفوريليشن الهاي انرجي بوند الاي دي بي الى اي تي بي، هنا منع الكلام دوت، فبالتالي الانرجي دي هت ايه؟ هتضيع في الهواء وتبقى تظهر على شكل حركه. على الاكشن في السي ان اس اللي هو الانتي بايوتيك، واتكلمنا على كمان الانرجيك افكت. طيب الانتي انفلاماتوري افكت او الانتي روماتيك، هنا بقى بكذا ميكانيزم، على راسهم الديكريز او ريدكشن اوف بروستاجلاندين سينسز. وعارف انا قلنا قبل كده ان البروستاجلاندين بيعمل ايه؟ اكساجيريت الانفلاماتوري ريسبونس. لمين؟ للانفلاماتوري ميدييتورز. مين هم الانفلاماتوري ميدييتورز اللي هم اهمهم؟ الهيستامين والكاينين والانترلوكين والتيومر نيكروزيس فاكتور. لما بنقلل الكوكس 2 اللي هو بتاع الانفلاميشن اللي هو اندوسد باي انفلاماتوري ميدييتورز، هيقلل البروستاجلاندين، بروستاجلاندين اي 2 وثرومبوكسانين وكل البروستاجلاندينز. طيب اسبن لارج دوز بيعمل ايه؟ بيزود الاي سي تي اتش، يزود ريليز اوف اس تي اتش، ده اللي هي في لارج دوز قوي في اس تي اتش، وبالتالي الاس تي اتش استيموليت الادرينال كورتس يطلع الكورتيزول، الكورتيزول يزود تكوين اللايبوكورتين وده عباره عن بروتين، البروتين ده يعمل انهبيشن للفوسفوليبيز اي 2 المسؤول عن الريليز اوف فوسفوليبيد الاراكيدونيك اسيد من الفوسفوليبيد في السيل ميمبرين. طيب طلع الاراكيدونيك اسيد، تمام، الاراكيدونيك اسيد ده كان بيبقى اول ما بيظهر بيبقى افيلابل فور ميتابوليزم باي سايكل اوكسجينيز واللايف اوكسجين. انا قللت خروج الايه الاراكيدونيك اسيد، يبقى مفيش سبستريت يشتغل عليه السايكل اوكسجينيز ولا اللايف اوكسجينيز، فهيقلل البروستاجلاندين ميلي وهو ليس اكستنت الليكوترينز. يبقى كده كمان عملت قللت الانفلاميشن. طب ايه كمان؟ بينهبت الكاليكرين سيستم، ومعروف ان الكاليكرين سيستم ده هو المسؤول عن تكوين الكاينينز زي البراديكاينين، والبراديكاينين ده كان بيعمل ايه؟ بين وفازودايليشن وايديما اللي هو بميديت الانفلاميشن. طب انا لما اقلل الكاينين
يبقى انا قللت البين فازو دايليشن، قللت الايديوم. كمان بيقلل المايجريشن اوف بوليمورفس. لما يقلل المايجريشن اوف بوليمورفس ايه اللي بيحصل؟ كان المفروض نتكلم الاول لو حصل مايجريشن يحصل ايه. كان لما بيحصل ان الانفو البوليمورف والماكروفيج تروح لمكان الانفلاميشن تطلع سيتوكاينز تزود الانفلاميشن، وفي نفس الوقت تبعت كمان اشاره كيمو تاكست كيمو تاكتيك فاكتورز علشان تجيب تاني بوليمورف وماكروفيج للمكان بتاع الانفلاميشن، والقصه تتكرر. كل ما يجي بوليمورف وماكروفيج تطلع سيتوكاينز وتزيد الانفلاميشن وتجيب بوليمورف جديده تزود سيتوكاين اكتر. انا كده قفلت الفيشا سيركل لما قللت المايجريشن اوف بوليمورفز والماكروفيج. كذلك استابيلايزيشن اوف لايزوزومز. اللايزوزومز دي لو طلعت من الممبرنز بتاعتها، حصل بريك داون للممبرنز بتاعت اللايزوزومز وريليز للكونتينس بتاعتها، دول عباره عن بروتيوليتيك انزيمز. فكانت بتعمل تيشو دامج وسيل ديث، يبقى انا لما اعمل استابيلايزيشن لللايزوزومز هعمل ايه؟ هقلل السيل ديث عن طريق ان قللت الريليز اوف بروتيوليتيك انزيم من اللايزوزومز. في كمان انزيم تاني انتوا خدتوه قبل كده، هيالورونايديز، وده بيعمل ايه؟ بريك داون لل كونكتيف تيشو فايبرز، وبيفتح المسالك جوه الكونكتيف تيشو عشان ينشر الانفلاميشن في حواليه. هنا لما بقلل هيالورونايديز يبقى انا بقلل الاديمه، لان طبعا كده التيشو كومباكت، وبقلل كمان الكابيلاري بيرميابيليتي، وبقلل السويلنج والإديمة والجوينت افيوشن. توف اسبرين اون ريسبيريشن اند اسيد بيز بالانس. سمول دوز هاز نو افكت، اللي هي حوالي 1 جرام، ولو كان القرص حوالي 350 مثلا ملي جرام بيبقى 3 اقراص يساوي 1 جرام. طب لو لارج دوز اكتر من 5 جرام يبقى تقريبا 15 تابلت اسبرين. في حاله الادلت الاسبرين اور سالسيليت هاز ا دايركت ستيمولاتوري افكت على الريسبيراتوري سنتر، وكذلك بيزود الكربون دايوكسيد برودكشن نتيجه للميتابوليزم، بيزود الميتابوليزم يؤدي الى هايبر فنتيليشن. طيب نتيجه للهايبر فنتيليشن يؤدي الى ووش اوف كربون دايوكسيد. ووش اوف كربون دايوكسيد زي ما احنا عارفين اللي هي العلاقه اللي هي ما بين البي اتش والريشيو بتوين البايكربونيت والكربون دايوكسيد، ان البي اتش يتناسب طرديا مع الريشيو اوف اتش سي او 3 بايكربونيت على الكربون دايوكسيد. طيب لما يحصل ووش للكربون دايوكسيد يبقى الكربون دايوكسيد هيقل. طيب لما يقل الكربون دايوكسيد يبقى الريشيو ده بتزيد، لان ده قل يبقى الريشيو دي بتزيد، يعني البي اتش بتزيد. لما البي اتش بتزيد يعني يحصل ايه؟ الكالوزيس. والالكالوزيس لان سببه الكربون دايوكسيد يبقى ده ريسبيراتوري الكالوزيس، يبقى بيحصل ريسبيراتوري الكالوزيس. طيب الكدني تسكت؟ لا، عايزه تخلي الريشيو دي ترجع طبيعيه تاني، فبالتالي تعمل ايه؟ الكدني بتبقى تشتغل على البايكربونيت فتعمل اكسكريشن اوف بايكربونيت عشان ترجع تاني، ده صغر فتصغر ده عشان يبقى الريشيو ثابت او يرجع تاني طبيعي. فاذا فالكدني بتشيل البايكربونيت من الكدني عن طريق الكدني، وبالتالي ترجع ريشيو طبيعيه تاني والبي اتش نورمال. ولكنه في الحاله دي انت عندك ديز ده قل وده قل، يبقى ده مش طبيعي، ولكن النسبه ثابته والبي اتش ثابت، لكنها في الحاله دي اسمها compensated respiratory alkalosis، يبقى يؤدي الى compensated respiratory alkalosis. طب لو كانت الكدني تعبانه in renal insufficiency، هنا مش هيعرف يعمل compensation، فنبقى وصل لحاله اسمها decompensated respiratory alkalosis، بس في حاله مين؟ في حاله renal failure. طب لو الكدني شغاله كويس هتعمل compensated respiratory alkalosis. طيب ده بالنسبه للادلتس. طيب بالنسبة للأطفال، التوكسيك دوز في الشيلدرين بتعمل ميتابوليك أسيدوزيس due to impaired carbohydrate metabolism، بتزود بقى الهيدروجين أيونز برودكشن، فبالتالي بتعمل إيه؟ بتعمل
ميتابوليك اسيدوزيس، لان طبعا الهيدروجين ايونز اللي هتطلع هت ايه هتتعادل مع الباي كارب، فالباي كارب بيقل، فلما الباي كارب بيقل يبقى البي اتش هتزيد اللي هي هتبقى اسمها اسيدوزيس، ولكن لان السبب في الباي كارب لانه قل يبقى هنا يبقى اسمه ميتابوليك وليس ريسبيراتوري. يبقى احنا زي دلوقتي راجعنا كمان اللي هو العلاقه ما بين البي اتش والباي كارب والكربون دايوكسيد، ولو في تغيير في الكربون دايوكسيد يبقى اسمه ريسبيراتوري، لو في تغيير في الباي كربونيت يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ميتابوليك. ففي الاطفال الباي كربونيت هتقل، اذا الريشيو دي تقل يعني البي اتش يقل لانه بيتناسب معاه، والبي اتش لما تقل يبقى معناها اسيدوزيس، وسببه ايه؟ الباي كربونيت يبقى ميتابوليك اسيدوزيس. مي بريسيبيتيت برونكيال ازم، ايه السبب بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان ايه؟ ان عندي الاراكيدونيك اسيد بيمشي في حاجه من اثنين، يا اما في اللوكس، في اللوكس باس واي، يا اما يمشي في البروستاجلاندز. طب انا لو قطعت او قفلت البروستاجلاندين عن طريق ان انا منعت مين؟ منعت السايكل اوكسجينيز، يبقى الاركيدونيك اسيد ملوش غير انه يمشي في ناحيه ايه؟ يمشي في ناحيه اللوكس ويعمل ليوكوتراينز اللي هي دي السبب في حدوث البرونكيال ازمه مني. يبقى هنا لما نقفل الكوكس يبقى شيفت تو لوكس باث واي اللي هو لايف اوكسجينيز، وبالتالي زياده الليوكوتراينز، والليوكوتراينز بتعمل برونكيال ازمه. كارديوفاسكولار سيستم في الثيرابيوتيك دوزيس نو افكت، في التوكسيك دوزيس بتعمل فازو دايليشن اللي هو السلسليت او الاسبرين باي دايركت افكت، وبالتالي البريف ريزيستنت تقل يبقى عندي هايبوتنشن. طيب البيشنتس اللي عندهم روماتيك كارديتس ويز هارت فيلير اديلهم اسبرين ولا صوديوم سلسليت؟ لا اديلهم اسبرين. طب ليه ما ادهمش صوديوم سلسليت؟ لان لو اديتهم صوديوم سلسليت بالدوز العاليه في حالات الكارديتس في روماتيك فيفر يبقى هيبقى هاي لود من الصوديوم، هيزود البلاد فوليوم، هيعمل مور اديما، وكمان البلاد فوليوم كمان لما يزيد اضافه لكده هيعمل ايه؟ هيعمل زياده في الهارت فيلر. على الجي اي تي لوكالي السلسليتس عامه بما فيها الاسبرين السلسليك اسيد والاسبرين كلهم ايرتنت للاستومك فبيعمل اريتيشن. طيب سيستميك افكت بيقلل البروستاجلاندز، البروستاجلاندز هنا بقى انا اقصد بيها مين اللي هي موجوده في الاستومك. طب البروستاجلاندين اللي بتعمل ايه؟ هنفتكرها عشان لما نيجي للجي اي تي نعرف. بروستاجلاندين بتزود البلاد فلو والفيتاليتي بتاعه الجلوكوزا، بتقلل الاتش سي ال سيكريشن، بتزود البايكربونيت، وبتزود الميوكاس كوت اللي هو لايننج الميوكوزا، وبتعمل بروتكشن من ايه؟ من البيبسين وال اتش سي ال. طب لما قلل البروستاجلاندين هفقد الاربعه اللي انا لسه قايل عليهم، وبالتالي زياده الهايبر اسيديتي مع نقص البلاد فلو مع كل اللي قلته ده ممكن يعمل مع الاوريتيشن ده كله يعمل ايه؟ يعمل بين، بيبتيك ألسر، طبعا لما تحصل ألسر ممكن يحصل بليدنج، زائد ان الاوريتيشن ده ممكن يعمل نوزيا وفوميتنج وايبي جاستريك بين. الليفر الاسبرين هيدروكلوريتيك او السلسليت عامه هيدروكلوريتيك، هيدروكلوريتيك يعني يزود الووتر كونتينتس في البايل، يبقى يزود البايل فلو ولكنه مينلي عباره عن ميه، اكتره ميه. طيب في ايه كمان؟ بيزود الادرينالين ريليز. طب والادرينالين بيعمل ايه في الهيباتيك جلوكوز؟ بيزود الجلايكوجينوليسيس، وبالتالي بيعمل ريليز للجلوكوز من الجلايكوجين اللي هو ستورد في الليفر للبلط. طبعا في السمول دوز مفيش افكت، لكن في التوكسيك دوز بقى بيعمل هايبرجليسيميا. على مستوى الليفر بيعمل توكسيستي على الليفر، هيباتوتوكسيك، وخصوصا لو لارج دوز وبرولونجد يوز. لكن في بقى مشكله كمان اخرى في الاطفال، بيعمل حاجه اسمها ريز سندروم، وده الاطفال اللي عندهم فايرال انفكشن بيجي لهم اللي هو الريز سندروم ده، بيبقى انكفالوباثي وهيباتيك دامج، وهنقول عليها بعد كده، وبيخش في كوما، ممكن في هاي انسيدنس اوف ديث. طيب ده في الايه؟ في الادرز افكت هنقولها. طيب على مستوى الكيدني الاسبرين هيقلل البروستاجلاندز، والبروستاجلاندز دي كانت بتعمل فازو دايليشن وبتزود الرينال بلاد فلو. طيب لما انا اقلل البروستاجلاندز يبقى قللت الرينال فازو دايليشن، في رينال فازو كونستريكشن. ليه؟ لان كان في
بالانس ما بين الفازودايليتورز بما فيهم البروستاجلاندينز، وفي المقابل في حاجات بتعمل فازوكونستريكشن انجيوتنسين 2 والنور ادرينالين. انت دلوقتي نقصت البروستاجلاندين، يبقى مين الاقوى؟ بقى البالانس في صالح الانجيوتنسين 2 والنور ادرينالين، فيحصل فازوكونستريكشن. لارج دوز اوف سلسليت او لونج يوز ممكن يعمل برضه دامج للكيدني، وبنسمي الكلام ده نيفروباثي. بلط في حالة الانفلاميشن بيقلل الاليفيتد ريثروسيتك سيديمنتيشن ريت اللي هو الاي اس ار، اللي هو الريثروسيتك سيديمنتيشن ريت لو كانت عاليه ينزلها للنورمال. كذلك في الليوكوسايتوزيس اللي معناها انكريز نمبر اوف ليوكوسايتس في البلط، هنا بيقللها بس برضه للنورمال، ما بيعملش ليوكوبينيا. طيب على مستوى الكلوتينج فاكتورز بيعمل افكت لانه بيشبه لحد ما الورفرين، فبيشتغل كانه ورفرين، فبيعمل كومبيتيشن مع الفيتامين كي في الليبر، وبيقلل السنسز اوف اكتيفي اوف اكتيفيتد بروثرومبين وفاكتور 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10. عشان تفتكرها افتكر 1972، 1000 دي يعني 10 فاكتور 10، 9 يبقى فاكتور 9، 70 ادي 7، و2 يبقى فاكتور 2، يبقى 2 و7 و9 و10. طيب على بيقلل البليتلت اجريجيشن، وبالتالي الاسبرين بس في سمول دوز هو اللي بيعمل ديكريز في البليتلت اجريجيشن. طب ليه في سمول دوز؟ هنا بقى نفتكر ان البروستاجلاندينز عندي، لما كنا بنقول البروستاجلاندين كان فيه اثنين من البروستاجلاندين نوعين، نوع بروستاسايكلين اللي هو بروستاجلاندين اي 2، والنوع الثاني ثرومبوكسان اي 2. ثرومبوكسان اي 2 يزود البليتلت اجريجيشن، طب والبروستاسايكلين؟ البروستاسايكلين يقلل البليتلت اجريجيشن. في النورمال الاثنين سوا بالانسد وزي بعض. طيب انا لما بدي بسمول دوز يبقى مور اكتف على الثرومبوكسان اي 2 اللي هو بيزود البليتلت اجريجيشن، يبقى انا منعت الثرومبوكسان اي 2 اللي بيزود البليتلت اجريجيشن، وسبت مين؟ سبت مين؟ سبت البروستاسايكلين اللي هو البروستاجلاندين اي 2 اللي هو بيعمل ايه؟ بيقلل البليتلت اجريجيشن. يبقى انا كسرت البالانس في صالح البروستاسايكلين، يبقى انا وقفت اللي بيعمل اجريجيشن وسبت مين؟ سبت اللي بيقلل الاجريجيشن، يبقى الاجريجيشن والبليتلت هتقل، وبالتالي يحصل ايه؟ يحصل ان العيان ده بعمل له بروفيلاكسيس اجينست ثرومبوزيس. تمام، على اساس ايه بقى؟ على اساس ادي سمول دوز من 75 ملي جرام لحد 150 ملي جرام. الله، طب لو زودت الجرعه عن 150 ملي جرام هيحصل ايه؟ لو زودت عن 150 بقى هيقفل الثرومبوكسان اي 2 ويقفل كمان البروستاسايكل، يبقى انا ما عملتش حاجه، قفلت الاثنين يبقى ما عملتش حاجه، رجع البالانس بس من غيرهم. يبقى هنا لو انا زودت الاسبرين عن السمول دوز يبقى الايفكت راح، لان انا قفلت بوث بروستاسايكلين سينثيز وقفلت كمان الثرومبوكسان اي 2 سينثيز. طيب بيعمل ايه كمان لو واحد عنده بقى جلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز ديفيشنسي؟ جلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز ديفيشنسي اللي هو عندهم فافيزم اللي هو انيميا الفول، هنا بيحصل هيموليسيس نتيجه للايديوسينكرازي الجينيتك ابنورماليتي اللي موجوده على السيل ميمبرين اللي بتخليه سسبتبل للاكسيديتيف ستريس. طبعا الاسبرين من ضمن الادويه والمواد اللي بتزود الاكسيديتيف ستريس للار بي سيز، فبالتالي يحصل دامج للسيل ميمبرين ويحصل هيموليسيس للار بي سيز. شوف هنا رقم 9 اليوريك اسيد اكسكريشن، ايه الايفكت بتاع الاسبرين عليه؟ قبل ما اقول اليوريك اسيد اكسكريشن الايفكت بتاع الاسبرين هقول الاول هو اليوريك اسيد بيحصل له اكسكريشن ازاي. اليوريك اسيد بيعتمد على تو بروسيسز في منطقه اليوريك في منطقه الكيدني. وان بروسيس بتبقى الاثنين سوا بكارير، وان بروسيس بتعمل ايه؟ بتعمل يوريك اسيد اكسكريشن، والبروسيس الثاني بتعمل يوريك اسيد ري ابزوربشن، والاثنين سوا بيتموا فين؟ في البروكسيمال كونفولوتد تيوبيول. يبقى تو اوبوزنج بروسيسز، واحد يعمل اكسكريشن وواحد يعمل ري ابزوربشن. طب في الطبيعي بيحصل ايه؟ في الطبيعي ان اللي بيحصل الاكسكريشن اكتر من ري ابزوربشن، وبالتالي بتخلص بكميه من اليوريك اسيد. طب انا بقى لو خدت اسبرين يحصل ايه؟ لو اخدتها في سمول دوز حوالي 1 ل 2 جرام
في الحالة دي الأسبرين بيشتغل أكتر وبيعمل إنهيبيشن على اليوريك أسيد إكسكريشن، وقف الإيه البروسيس بتاعة الإكسكريشن، لكن سايب مين؟ سايب الري أبزوربشن. يبقى أنا منعت الإكسكريشن وسايب الري أبزوربشن، يبقى اليوريك أسيد هيرجع الجسم، هيزود الليفل بتاع اليوريك أسيد، هيعمل هايبر يوريسيميا، ودي مشكلة الجوت، يبقى هيزود الجوت والسيفيريتي بتاعته، يعني ويرزنز جوت. لكن بقى على العكس من ذلك، لو اديت لارج دوز اوف اسبرين اكتر من 5 جرام، تمام، هيحصل ايه؟ هيبقى مور سيلكتيف وسبيسيفيك على الري ابزوربشن، فبيقلل الري ابزوربشن ويسيب مين؟ يسيب الاكسكريشن. يبقى انت منعت رجوع اليوريك اسيد للجسم، لكن وسبت الاكسكريشن شغال، يبقى اليوريك اسيد ليفل هيقل وينزل في البول، وينزل في البول دي بنسميها يوريكوزوريك افكت، يعني يوريك اسيد في اليورين زي جلوكوزوريك وغيره، يعني معناها ايه؟ معناها انكريز لوس اوف يوريك اسيد، وبالتالي يقل اليوريك اسيد في البلد، يبقى ايه؟ هتقل الهايبر يوريسيميا، وبالتالي انا تريت الجوت. بتقابلني مشكله لما اعمل الكلام ده باليوكوزوريك دراجز، ان الليفل بتاع اليوريك اسيد بيزيد في اليورين، وبالتالي بيزيد عن الحد بتاع السوليبيليتي بتاعته، لان اليوريك اسيد له سوليبيليتي رينج اكتر منها، لو زاد الكونسنتريشن السوليبيليتي بقى خلاص مش موجوده، وبالتالي الاكسس يوريك اسيد عن الكونسنتريشن ده اللي هو الكريتيكال بيحصل له بريسيبيتيشن ويعمل يوريت ستونز. طب امنع الكلام ده ازاي؟ وجدوا ان اليوريك اسيد بقى عكس ما كان متوقع، ان المفروض اليوريك اسيد لو كان اسيد اعمل له اسيديفيكيشن احطه في محيط مثله عشان يدوب، لا ده اليوريك اسيد هنا بقى لا، البي كي اي بتاعته مختلفه، فانا هنا ببقى عاوز اعمل الكالينايزيشن لليورين، فلما بعمل الكالينايزيشن لليورين بزود السوليبيليتي بتاعه اليوريك اسيد، وبالتالي بمنع حدوث بريسيبيتيشن لليوريت على شكل يوريت ستونز. ممكن حاجه تانية كمان برضو اضيفها مع الالكالينايزيشن، ان انا ازود الفلويد انتيك علشان ازود اليورين اوت بوت، ولما الووتر فوليوم يزيد في اليورين يبقى بيعمل دايلوشن اليوريك اسيد، فالكونسنتريشن كمان يقل، يبقى انا قللت الكونسنتريشن بان زودت الووتر فوليوم وزودت كمان السوليبيليتي بتاعته بالالكالينايزيشن، يبقى كده انا تجنبت حدوث يوريت ستونز. طيب الايفكت بقى بتاع الاسبرين على اليوترس بتعمل ايه؟ معروف ان البروستاجلاندينز بتعمل كونتراكشن لليوترس. طيب لما ادي دواء يوقف البروستاجلاندين سينثيسز وبالتالي البروستاجلاندين تقل، يبقى بدل ما يحصل كونتراكشن هيحصل ريلاكسيشن. الريلاكسيشن ده بنسميه توكوليتيك افكت. يبقى كلمه توكوليتيك كلمه جديده اهي كمان زي كلمه يوروكوزوريك. توكوليتيك يعني ريلاكسانت لمين؟ لليوترس. طب لو انا عايز اعرف الكلمه المضاده بقى اللي هي العكسيه اللي هي بتعمل كونتراكشن لليوترس، اسمها اوكسيتوسيك، من الهرمون اللي اسمه اوكسيتوسين اللي بيعمل كونتراكشن لليوترس. يبقى في اوكسيتوسيك يعمل كونتراكشن وتوكوليتيك يعمل ريلاكسيشن لليوترس، تمام. يبقى دول بقى ما اسمهمش بقى سبازموليتيك وسبازموجينيك، لا احنا عندنا هنا ايه بالنسبه لليوترس؟ توكوليتيك ريلاكسيشن، اوكسيتوسيك كونتراكشن. بس مشكلتهم ايه بقى؟ لو اديتهم ساعه الدليفري بيعملوا اكسس اليوترس. طب انا عايز ساعه الدليفري عايز باور في الكونتراكشن لليوترس عشان يعمل اكسبالشن للايه؟ للفيتس. وبالتالي هنا لا، في مشكله ان هو صحيح بيعمل ريلاكسيشن شويه بيريح اليوترس، لكن في خلال الدليفري ممكن ديلي الليبر. اخر حاجه في الاكشن بتاعته اللوكال اكشن. احنا قلنا ان السلسليك اسيد ده كوستيك، ماده كاويه، فبالتالي ممكن استخدمه لوكالي ككيراتوليتيك او يموت الفنجاي او استخدمه كانتيسيبتيك، تمام. في كمان بريباريشن تاني اسمه ميثايل سلسليت، وده اللي هو الوينتر جرين اللي هو بيبقى عامل زي ابو فاس اللي احنا عارفينه، بيعمل اريتيشن للسكين وتحس ان المنطقه بقت بارده. دي بتخلي ممكن نستخدمها في المايوزايتس والشوينز، وكذلك في الهيدك يدعك الفور هيد، فالواحد يحس ان الهيد فور هيد بتاعته الجبهه يعني بقت ساقعه وفي هواء شديد قوي، فيبتدي يحصل له ديستراكشن وينسى موضوع الالم او الصداع. برضو نحطها على المصل على الجلد من بره، ينسى موضوع الالم بتاع ايه؟ بتاع المصل، زي بالظبط ما يكون طفل صغير وعنده ألم، فأنت عمال تشغله بالكلام وتلهيه علشان ينسى الألم بتاعه. طبعا هنا ما بيعالجش، لكن هو بس كل حاجة بيلهي الإنسان عن الألم نفسه.
therapeutic uses of salicylate. اللوكال يوزس، الدواء ده كيراتوليتيك، كيراتوليتيك يعني يزيل الكيراتين لانه كوستيك، لانه كروسيف، ماده كاويه، فبتشيل الطبقات اللي بتبقى عباره عن كيراتين سميك موجود في بعض الاماكن في الكورنز والوورتس. الوورتس اللي هو ايه؟ اللي هو ده فايرال انفكشن، بتبقى عامله حبيبات كده بتبقى موجوده في على الجلد. طيب بنحط بقى ايه؟ سلسلك اسيد 20% ونحطه في كولوديوم كمذيب، وفي نفس الوقت الكولوديوم ده يلزق على الجلد ويخلي السلسليت يلزق في المنطقه اللي انا عاوز ايه احطها تكويها. طيب ممكن كمان استخدمه كفانج ستاتيك انتينيا اوف سكين، الناس اللي عندهم تينيا بيتحط السلسلك اسيد مع بنزويك اسيد ويتعمل منه بريباريشن علشان الفانجل انفكشن. كذلك له انتيسيبتيك افكت ان هايبر هيدروزيس، بيتحط السلسلك اسيد في التالكم باودر. ايه الهايبر هيدروزيس دي؟ اللي هو زياده العرق مثلا في الايد او في اي منطقه، فبيتحط السلسلك اسيد مع التالكم باودر علشان يقلل العرق، ونقول اللي هو الميديوم بتاع الجروث والمالتيبليكيشن بتاع البكتيريا او المايكرو اورجانيزم. طيب في كمان الميثايل سلسليت اللي انا قلت عليه اويل اوف وينتر جرين اللي هو ابو فاس عندنا هنا في مصر، ده كاونتر ايرنت ايرتانت في حاله الارثرايتس والمايوزايتس والهيديك. ممكن برضو يدهن الايه مثلا اللي هو الجوينت ويدهن المصل، قلنا بيحس الواحد بايه؟ ان الحته دي سقعت وحاسس ان فيها هواء، فبالتالي الى حد ما بيعمل ديستراكشن، يعني يشيل انتباهه وتركيزه مع الالم ويتركز مع حاجه تانية فينسى الالم. زي ما تكون واحد كده بيتألم او طفل صغير وانت عملت لعبه عشان تشغله عن احساسه بالالم. سيستميك يوزز، الدوزز عندنا في البروفيلاكسيس احنا قلنا بنستخدمه كبروفيلاكسيس كانتي بليتليت من 75 الى 150 ملي جرام. اوعى تزود عن 150 ملي جرام او ياخد اسبرين باي صوره ثانيه، لان في الحاله دي مش بس هيوقف الاكشن بتاع الثرومبوكسان سينثيز وبالتالي البروتكشن اوف ثرومبوكسان اي 2، لا ده كمان هيوقف كمان البروستا سايكلين وبالتالي الايفكت بتاعه يبقى ايه؟ مفيش ايفكت ويوزلس. طيب طبعا سيبك من دي، اللي هو في تجارب بتقول ان هو ممكن ايه للكانسر والالزهايمر وغيره، ما لناش دعوه، مش موجود عندنا في الكتاب. طيب انتي بايوريتيك، انتي بايوريتيك نون سبيسيفيك، هو ما عليكش الكوز، نون كوزال، كل الحكايه نقلل البروستاجلاندين اي 2 اللي موجوده في الهايبوثالاموس وبالتالي زال او شال او ريموف الكوز اوف هاي ايه هاي سيت بوينت، فرجعت السيت بوينت للنورمال وبالتالي التمبريتشر تتبعها وتنزل تاني. بالهيت ريجوليتنج سنتر هو بيتبع مين؟ يتبع السيت بوينت. السيت بوينت عاليه يروح ماشي وراها ويزود حراره الجسم، السيت بوينت نزلت يروح منزل حراره الجسم. طيب بالنسبه للانرجيتك افكت بقى بنستخدمه في المايلد والمودريت سوبرفيشال بينز زي الهيديك، التوث ايك، المايلجا، الارثرالجيا، النيورالجيا، ممكن كمان في الديزمينوريا اللي هو بينفول منستريويشن. في البينفول منستريويشن ممكن يتاخد لكنه طبعا بيعمل ايه؟ توكوليتك، عارفين البليدنج مع المستنشن بيقف ازاي؟ بيقف بالايه؟ بالباور في كونتراكشن لليوتراين ماسل، فبتضغط على البلاد فيسلز اللي هي متقطعه لما تشال الميوكوزا بتاعه اليوترس. فهنا دلوقتي لما يبقى الكونتراكشن ضعيف نتيجه للايه؟ التوكوليتيك افكت، فيبقى البليدنج ممكن يستمر لفتره شويه. يبقى هو هيقلل الالم لكنه ممكن يزود شويه البليدنج. هنا تريت الفيفر والهيديك والماسل والجوينت بينز، يبقى مفيد جدا في حالات الكومن كولد، الاعراض بتاعته بين ايه؟ سواء حراره او الام او هيديك. في الروماتيك فيفر بقى ده درج مهم جدا وبيعمل ايه؟ زي ما قلنا بيعمل ايه؟ انتي روماتيك، وهنا بقى الجرعه بتبقى عاليه قوي، بقى ممتاز جدا في الروماتيك فيفر، بس هنا جرعه من 6 ل 12 جرام. يا نهار ابيض، ده انا اشوف هنا كان واحد لاربعه واحد جرام كل اربع ساعات، بينما في الانتي بليتليت كنا بندي 75 ل 150 مللي جرام، ده هنا الجرعه عاليه جدا 6 ل 12 جرام. يعني بنديها بتتقسم على مدار اليوم بتبقى 1 الى 2 جرام كل اربع ساعات افتر ميلز.
ده بيعالج ايه؟ بيعالج الفيفر الارثرايتس بتاعت الروماتيك فيفر، يقلل الاي اس ار، يقلل الليوكوسايتوز. ولكنه للاسف في كمان مانيفستيشن ثانيه في الروماتيك فيفر غير كارديتس والكوريه او كيوتينس نيوديولز ما بيعملهمش حاجه. يبقى هو بس افكتيف في دول لكن نوت افكتيف في الكارديتس والكوريه والكوتينس نيوديولز. في الروماتويد ارثرايتس بيتاخد برضو جرعات عاليه من 5 ل 6 جرام بير دي ان ديفايدد دوزز. في الكرونيك جاوت بياخد تاخد من 5 ل 8 جرام. ليه طب من 5 ل 8 جرام؟ علشان يزود اليوريك اسيد اكسكريشن. طب لو تاخد بجرعه صغيره بالعكس ده هيعمل ريتينشن لليوريك اسيد ويزيد اليوريك اسيد في الليفل ويزود ويسوق حاله اليوريك الجاوت. بقولنا بنحط معاه كمان ايه؟ الكالينيزيشن لليورين ونزود الفلويد انتيك عشان اليورين اوت بوت يزيد وبالتالي ما يترسبش اليوريك اسيد في البول وفي اليورينري بلادر. We'll discuss adverse effects and toxicity of salicylates. First, acute toxicity. لو الواحد خد overdose من الاسبرين. السلسليتس هاف ا هاي ثيرابيوتيك اندكس، يعني وايد سيفتي مارجن، يعني الفرق ما بين الدوز اللي هي توكسيك الى الدوز اللي هي ثيرابيوتيك السيفتي مارجن بتاعتها واسعه جدا الحمد لله، فيعني الى حد ما الدواء ده سيف. التوكسيك دوز بتبقى اكتر من 200 مللي جرام بالكيجي، اكتر منها يعني اكتر من 14 جرام لواحد وزنه 70 كيلو جرام بودي ويت. طيب الشيلدرين طبعا ار مور لايبل فور توكسيستي، طبعا من ناحيه لان كمان جسمهم صغير والميتابوليزم بتاعهم ليس مثل الكبار. المانيفستيشن اوف اكيوت توكسيستي، واحد بقى خد جرعه عاليه هيظهر عليه ايه؟ عايز ينتحر. اولا هايبر ريفلكسيا، الريفلكسز بتاعته بتبقى اكساجريتد، عنده اكسايتيشن وممكن يظهر كونفولجنز، ولو الدوز عاليه قوي يخش في الاخر في ايه؟ في كوما. طيب كمان احنا قلنا اوكسيديتيف فوسفوريليشن بيتكسر وما بقاش فيه اوكسيديتيف فوسفوريليشن كابلنج، وبالتالي ريليز اوف انرجي بدل ما تتحط فيه الهاي انرجي بوند يبقى هنا يحصل هايبر بايركسيا. كذلك الميتابوليزم زياده والحراره عاليه يبقى في هايبر فنتيليشن وريسبيراتوري ستيموليشن، هايبر هيدروزيس يزيد العرق، ونتيجه لكده من الهايبر فنتيليشن والهايبر بايركسيا والهايبر هيدروزيس زادت السويتنج يحصل دي هايدريشن. كمان على مستوى الاستومك يبقى في اريتيشن وهايبر اسيديتي وممكن تعمل بقى نوزيا وفوميتنج وبين في الايبيجاستريوم في اللي هو فم المعدة والسر وممكن تؤدي الى هيموريج. احنا قلنا فيه بيعمل جلايكوجينوليسيز علشان الريليز اوف ادرينالين، بيعمل هايبر جلايسيميا، الجلوكوز ده هيروح فين؟ يروح البلاد بهايبر جلايسيميا. هايبوبروثرومبينيميا دي ما بتظهرش طبعا في الاكيوت توكسيستي بصراحه. ليه؟ لان عايزه وقت لحد ما يقل الليفل بتاع البروثرومبين، فدي يعني مش موجوده الا لو واحد قعد فتره اندر الايفكت بتاع الاكوت توكسيستي، يعني خد مالتيبل لارج دوز بس مش توكسيك دوز فحصل كوموليشن، لانه في اللارج دوز قلنا بيبقى ايه؟ زيرو اوردر كاينيتيك. فدي بتظهر امتى؟ مع الريبيتد لارج دوزز. طيب هايبوتنشن من فازو دايليشن اللي بيحصل، طبعا الاسيد بيز امبالانس اللي هو لو كان كدني كويسة يبقى كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس، ولو كدني كمان بقى عندها فيليور فيها فيليور يبقى دي كومبنسيتد، بينما في الأطفال ممكن يعمل ميتابوليك أسيدوزيس. مانجمنت العلاج، مفيش عندي أي دواء أنتيدوت لكن عندي تريتمنت سيمتوماتيك، فهنعمل إيه؟ استومك ووش باي صوديوم باي كربونيت، increase urinary excretion by alkalinization of urine علشان اعمل trapping للسلسلك اسيد في اليورين، واعمل فورس الدايوريسيز بازاي؟ ادي انترافينوس فلويد ومعاها دايوريتكس. طيب لو ما نفعش ممكن نعمل هيمو دياليسيز ونشيل من الدم الليفل العالي من السلسلات. اربعه لو عنده convulsion ادي انتي convulsant. طيب بالنسبة للحرارة أدي بقى خفض الحرارة، هنهرج؟ لا طبعا، هدي إيه؟ هعمل كولينج بآيس باكس أو أعمله إمرجن في
نقول بول أو في البانيو يكون فيه مية ساقعة. Correct dehydration والأسيد بيز imbalance. ندي فيتامين كي ولو في بليدنج ندي فريش بلاد ترانسفيوشن لو طبعا نحتاج. اسمها الكرونيك توكسيستي نقول على السلسلزم. السلسلزم ده كرونيك توكسيستي بس هو ريفرسبل لو وقفنا تعاطي الدواء. ده بيبقى سببه ايه؟ واحد ياخد لارج دوز فور لونج تايم. في ناس كده يعني غاويه انها تبلبع ادويه فممكن او بياخد اسبرين باستمرار وفاكر ان هو بيحميه من اي حاجه وهو مش فاهم وبالتالي يحصل معاه السلسلزم. ايه المانيفستيشن بتاعتها؟ بيبقى عنده تينيتس طنين في الاذن زن بلورنج اوف فيجن يبقى في عنده كمان الفيجن ما بيبقاش موجود يبقى في كده زغلله جي اي تي ابسيت سبيشيالي ايه موضوع النوزيا والفوميتنج والايبيجاستريك بين اللي هو فم المعده بيتملي بيألمه ممكن كمان يبقى عنده irritability وهايبر فنتيليشن احنا قلنا ان الدواء ده بيعمل ايه بيزود الاستيموليشن بتاعه الريسبيراتوري سنتر اول ما يبطل الدواء بيرجع الحمد لله كويس. طيب نمره 3 هايبوبروثرومبينيميا دي بتبقى عايزه وقت لانه انتي فيتامين كي بيكمبيت مع الفيتامين كي 4 فيتامين كي ديبندنت كوليتنج فاكتور وعلى راسهم البروثرومبين فبيبقى الهايبوبروثرومبينيميا يؤدي الى بليدنج تندنسي. الجي اي تي ايريتيشن نوزيا فوميتنج وبين في وخصوصا في الايديجاستريم ulceration وممكن يؤدي الى bleeding. طيب ممكن نعمل ايه في الحاله ديت لو واحد عاوز ياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج طبعا اي نون ستيرويدال مش بس الاسبرين اي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هيقلل البروستاجلاندين فانا ممكن اعوضه بالبروستاجلاندين بس لان البروستاجلاندين التي هاب بتاعتها ثواني فما تنفعش يبقى لازم اديله حاجه انالوج تكون ستيبل زي البروستاجلاندين اي 1 انالوج اللي هو الميزوبروستول وده يوسفول ان نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انديوسد بيبتيك ألسر يبقى بياخد النون ستيرويدال ومعاه كمان الميزوبروستول عشان يحميله مين يحمي الاستومك. طيب حدوث الرجي ممكن اي شكل على شكل هايبر سنسيتيفيتي اللي هي ديت اللي بتظهر على شكل على راش ارتكاريا انجيوديم وممكن حتى برونكيال ازمه لكن في حاله البرونكيال ازمه بقى ممكن تكون بسبب من اثنين يا اما انجين انتي بودي رياكشن يا اما القصه اللي قلناها كذا مره ان لما بقفل الكوكس باث واي اوف اراكيدونيك اسيد ميتابوليزم بعمل ايه؟ ما بيبقاش قدام الاراكيدونيك اسيد غير انه يمشي في السكه الثانيه اللي هي بتاعه اللوكس اللي هو لايب اوكسجينيز فيبقى شيفت تو لوكس وبالتالي اللوكس ده لما يزيد يزود تكوين اللي هو اللوكس اللي هو يزيد الاكتيفيتي بتاعته يزود تكوين الليكوترينز واللي هي بتسبب البرونكال ازمه فالواحد يخش في اكوت اتاك. عشان كده الاسبرين غير مفضل خالص ويستحسن ان احنا نتجنبه في حاله الايه في او كل النون ستيرويدال في حاله البرونكال ازمه. الليكوترين انهبيتورز ار يوزفول ان اسبرين انديوز ازمه. طب لو واحد بقى خد اسبرين ودخل في اكوت اتاك من الازمه طب ما سببها ليكوترين يبقى ده اديله ايه؟ ليكوترينز انهبيتور يا اما زيلوتون اللي هو انهبيتور للانزيم يا اما مونتلوكاست اللي هو بلوكر للريسبتور بتاع الليكوترينز. طيب في كمان ممكن لو اطفال صغيرين تحت 15 سنه خدوا الاسبرين وهم في نفس الوقت كان عندهم فيرال انفكشن زي الانفلونزا كتير منهم بيحصل لهم ايه بقى بيحصل لهم ريس سندروم ده بيؤدي الى انسيفالوباسي او انكفالوباسي يعني او هيباتوتوكسيستي وهيباتوتوكسيستي وده ممكن يبقى فيتال على فكره عشان كده الاطفال اللي هم اقل من 15 سنه وعندهم فيرال انفكشن او عندهم فيفر ما احناش عارفين سببها ايه يستحسن ما ياخدش الاسبرين ولكن ياخد بداله حاجه تانية زي مثلا اسبرين او اي نون ستيرويدال تاني غير الاسبرين. طيب نمره 7 تراتوجينيستي ده كارديستي بتظهر على شكل كاردياك سيبتال ديفكت ايديوسينكرازي احنا قلنا هيموليسيس في البيشنت اللي هم عندهم فافيزم كمان نيفروباثي لونج يوز اوف سلسليت ممكن يعمل كيدني دامج فيعمل نيفروباثي الكونترا انديكيشنز خلاص بقى احنا عرفنا الادفيرس افكت والاكشنز بتاعته نعرف على طول بسرعه نقولهم بقى اسامي فقط لو واحد عنده الرجي تو سلسليت لو واحد عنده ايديوسينكرزي اللي هو الفافيزم اللي هو انيميا البحر المتوسط اللي هو انيميا الفول
بليدنج تندنسي، يبقى الدموي الاول عنده بليدنج تندنسي فهو ممكن يخش في هايبوبروثرومبينيميا. وبوتيك ألسر، برونكيال ازمه، موضوع الايه الكوكس اللي اتقفل راح على اللوكس. بيبتيك ألسر نتيجه للنقص في البروستاجلاندينز والاريتيشن بتاعه. البريجنانسي ان هو تيراتوجينيك. طب في حاله الجوت ما ادوهوش في سمول دوز، ليه؟ لانه ورزن الجوت وانتاجنايز كمان اذر يوكوزوريك دراجز. يبقى لو الواحد بيتعالج من الجوت، وهنرجع للجوت بعدين في اخر المحاضره، لو واحد خد الاسبرين هنا انتاجونايز الاذر يوكوزوريك، يبقى الاكسكريتوري لليوريك اسيد اللي ممكن دراج بيستخدمه عشان يزود الاكسكريشن يوريك اسيد، الاقي الاسبرين يعاكس الايفكت بتاعه فيحصل ريتنشن لليوريك اسيد، فعشان كده يستحسن نبطله، ما يتاخدش في الجوت في الحالات دي. طب في التشيلدرن، التشيلدرن دول مور سسبتبل فور ادفيرس ايفكت اوف توكسيستي، ادي نمره واحد. لو فيفر ديو تو فايرال انفكشن ما ندهوش لان خايفين ان يحصل ريس سيندروم. انتراكشن، الدراج انتراكشن مع الاسبرين، في حاجات دراجز افكتد باي سلسليت. افكتد باي سلسليت يعني ايه؟ يعني السلسليت هو اللي اثر عليهم. طيب نمره واحد، السلسليت كان ديسبليس اذر دراجز فروم بلازما بروتينز، زي مين؟ اللي هم الثلاثه الغلبانين اللي هم اورال انتي كواجلانت، اورال هايبوجلايسيميكس، وكمان اورال كونتراسيبتيفز. فده يزود التوكسيستي بتاعتهم لان الفري فراكشن بتاعهم هيزيد لانه زقهم وشالهم من الايه؟ من البايندنج سايت وحولهم من باوند الى فري فورم. الحاجه الثانيه اللي هو كمان السلسليت انتاجونايز مين؟ احنا لسه قايلينها اذر يوريكوزوريك ايجنتس، ادي حاجه. كذلك بعض الانتي انفلاماتوري دراجز لو اتاخد معاهم اسبرين برضو بيقلل الايفكت بتاعهم انتاجونايز اتش اذر. كذلك الادويه الانتي هايبرتنسيف، هنا الاسبرين بيقلل الايفكت بتاع كتير من الانتي هايبرتنسيفز لانه طبعا بيقلل البروستاجلاندين اللي بتعمل فازو دايليشن، فبقت زي ايه بقى مثلا؟ زي البيتا بلوكر، زي الاي سي انهبيتورز، زي الدايوريتكس. ايه كمان عندنا؟ نيجي بقى للجانب الاخر، ايه الدراجز بقى اللي هي افكتنج السلسليت، هي بقى اللي تاثر على السلسليت؟ عندنا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز والكورتيكوستيرويدز والالكحول، يعملوا ايه؟ يزودوا الالسيروجينيك افكت بتاع الاسبرين. وعامه كل النون ستيرويدال مع الكورتيكوستيرويد او مع الالكحول كلهم مع بعض يعملوا بوتنشيشن لبعضهم لانهم كلهم السيروجينيك. طيب الفينوباربيتون يزود الميتابوليزم اوف سلسليت فيقلل الليفل بتاعه في الجسم والافكت بتاعه. طيب كمان الكالانايزرز اوف يورين زي الصوديوم بايكارب يزودوا الرينال اكسكريشن، طبعا اعمل ان هو اسيدك فبزود الايه الايون تشارج عليه. طيب اسيديفيكيشن اوف يورين زي الصوديوم الصوديوم الامونيوم كلورايد ده يقلل الرينال اكسكريشن لانه بيخليه ليس ايونايزد وبالتالي ليس مور ليبيد سوليبل فبيحصل له باك ديفيوجن يبقى يقلل الرينال اكسكريشن. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، احنا خدنا المجموعه الاولى اللي هي مين؟ السلسليت. في جنرال كاركترز ليهم هنقولهم والباقيين بقى هنقولهم بسرعه. اولا they are characterized by، اول حاجه نفس الكلام زي ديكريز او انهبيت بوث سنترال اند بريفرال كوكس انزيمز، ودول كلهم ايه المجموعه اللي احنا قلنا كلاس 1 دول بوث ار نون سيلكتيف فبيقفلوا كوكس 1 وكوكس 2 وكوكس 3. هيبقى ليهم ايه افكت؟ انرجيسك، انتي بايريتك، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك. يبقى ليهم الثلاثه دول مشترك ليهم كلهم، عشان كده زي ما قلنا قبل كده النون ستيرويدال بسميهم ايه ساعات انرجيسك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري دراجز، يبقى حتى اسم المجموعه يساوي الاكشن بتاعهم. طيب نمره 2 نوت يوريكوزوريك، معظمهم ما بيعملوش يوريكوزوريا يعني ما بيزودوش اليوريك اسيد اكسكريشن معظمهم، لكن قلنا الاسبرين ان هاي دوز او السلسليت عامه في الهاي دوز بتزود الاكسكريشن اوف يوريك اسيد، دول لا معظمهم ما بيعملوش يوريكوزوريا. نمره 2 نمره 3 displace other drugs from plasma proteins، يبقى زي ايه؟ زي السلسليت. يعملوا gastric irritation كلهم نفس الكلام، بيشتركوا في نفس الكلام. كونترا انديكيتد بيبتيك ألسر اند برونكيال ازما لانهم كلهم نفس الميكانيزم اوف اكشن ونفس الحاجه. طب اليوزز بتاعتهم ايه؟ انتي بايوريتيك، انرجيسيك، انتي انفلاماتوري،
وممكن استخدمهم في بعض الكوليك زي الديزمنوريا، طبعا كوليك كبين مش اللي هو سبازموليتك. اول جروب، وانا هنا يعني مش همشي بالترتيب بتاع الكتاب، ولكن هبتدي بثلاثه علشان بس ياخد السلايد كله، اللي هو اول مجموعه اسمها اندول ديريفاتيفز. يمثلهم مين عندنا؟ اندوميثاسيل. الاندوسيد ده الاسم التجاري، ده بوتنت انالجيسيك، برضه بلاش كلمه بوتنت دي، نقول كلمه ايه، هاي افيكاسي انالجيسيك، يعني الافكس بتاعته عاليه، لان البوتنسي قلنا ايه، ده افكت بالنسبه للدوز. انتي بايوريتيك، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك، يبقى هو فيري باورفول، يبقى باورفول انالجيسيك، انتي بايوريتيك، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك. يبقى هو تقريبا ينطبق عليه كل الحاجات بتاعه الاسبرين في الاكشن. يبقى لو جيت اتكلم عنه ممكن اقول كل الاكشن بتاعه الاسبرين. طيب ايه بقى اللي عندنا الادفرس افكت؟ انه السي ان اس كونفيوجن وسايكوزيس، الرجي وبرونكال ازمة زيه زي الاسبرين، جي اي تي اريتيشن بيبتيك ألسر زيه زي الازمة، ليفر وكيدني دامج زيه زي الاسبرين، تيراتوجينيك زيه زي الاسبرين. يضاف عليهم ايه بقى؟ بون مارو انهبيشن، يعمل ليوكوبينيا، وعشان كده خطر، وعشان كده استخدامه قليل. طيب كورنيال اوباستيز، وبيمكن يعمل بلور ديفيجن، زغلله في العين. يبقى دول حاجتين مختلفتين عن مين؟ عن الاسبرين. وبرضه ما قلناش كلمه كونفوجن وسايكوزيس في الاسبرين. ديسبليس اذر دراجز فروم بلازما بروتينز زيه زي الاسبرين، يبقى زيه تمام. ونضيف كمان برضه اختلاف تاني اللي هو ايه؟ ده ملوش سمول دوز علشان استخدمه كبروفيلاكسيس في البروفيلاكسيس اوف ثرومبو امبوليك ديزيزز، لانه ما بيمنعش بيلت اجريجيشن في السمول دوز زي مين؟ زي الاسبرين. يبقى الاسبرين بينفرد بخاصيه ان هو يستخدم في البروفيلاكسيس اوف ثرومبو امبوليك ديزيزز عشان بيمنع البليت اجريجيشن ايرريفرسبلي. المجموعه الثانيه الكبيره اللي هي رقم 4، فينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز، ده يمثلهم مين؟ ديكلوفيناك. ديكلوفيناك ده مشهور جدا، كلنا يمكن بنسمع عنه، اللي هو الفولتارين، و الصوديوم ده الصوديوم سولت بتاعه، لكن البوتاسيوم سولت، وبيقول ان هو اسرع في الامتصاص، فبيبقى اسرع في الانست اوف اكشن اللي هو الكتافلام. طيب الدواء دوت كونسنتريتد ان سينوفيال فلويد، 4 أضعاف البلازما كونسنتريشن. طب دي تفرق ايه؟ تفرق ان التي هاب بتاعته صغيره، ورغم ذلك تلاقي الاكشن بتاعه مستمر. ليه؟ لانه اختفى من البلازما لكن لسه موجود فين؟ في السينوفيال فلويد، وبالتالي بيعالج الارثرايتس بطريقه كويسه. طيب نون سيلكتيف كوكس انهبيتور زيه زي مين؟ زيه زي الاسبرين سلسليتس، بوث سنتر وبريفرال، يبقى كلام ما فيش جديد. ايه بقى كمان الاضافه له؟ ان هو بيزود الانكوربوريشن اوف اراكيدونيك اسيد انتو تريجلسرايدز. فهنا بقى يبقى في ميزه كمان، ان هو بيقلل البروستاجلاندين والليكوتيرين سينسز، لان ما بيخليش الاراكيدونيك افيلابل فور لايبو اوكسجينيز والسايكلو اوكسجينيز، لانه عمل له ايه بقى؟ بعد ما حصل ريليز من الفوسفوليبيد بتاعت السيل ممبرين، يرجعه تاني يروح ممسكه في مين؟ في ترايجلسرايدز، فما بيبقاش افيلابل للتو انزيمز دول اللي هم اللوكس والكوكس. اليوزز بتاعته ايه؟ ده موجود منه كل ما تتخيله من دوسج فور، انتريك كوتد وسستيند ريليز وديسبيرسبل وكبسولز وسبوزيتوريز وانترا ماسكولار انجكشن وسكين جيل واي دروبس، كل حاجه موجوده منه. بنستخدمه ايه؟ كانتي انفلاماتوري في الارثرايتس والمايوزايتس والاكيوت جاوت. يستخدم كمان كانالجيسيك خصوصا في حالات الكوليك زي الديزمنوريا والانتستاينال كوليك والبوست اوبراتيف. اي دروبس بنستخدمه كمان في الانفلاميشن بتاعه الاي، منها زي ما يكون مثلا بوست اوبراتيف او انفلاميشن عامه، بنستخدمهم في اي دروبس كانتي انفلاماتوري باي دروبس في الاي. الادفرس افكت بتاعته ايه؟ جي اي تي اريتيشن، عشان كده بنفضل الانتريك كوت التابلت، ويستخدم بعد النيل، له هيباتو توكسيستي عاليه شويه، ويزود السيرم ترانس امينيز. في كمان مجموعات بقى نتكلم عنها كلمه صغيره خالص مجرد الاسم، في عندي بايرازولون ديريفاتيفز يمثلهم ازا روبازون،
وده يوك زوريك وهاز لونج تي هاف. عشان كده قلنا ايه، مش كلهم نون يوك زوريك، لا في بعضهم بيعملوا يوك زوريا وهاز لونج تي هاف، عشان كده بتاخد وانس بير دي او توايس. في كمان مجموعه تانية اوكسي كامز، دي برضو لونج تي هاف، وبالتالي يبقى بالتالي الديوريشن بتاعتهم طويله. ده بوتنت برضو، ده ما بحبش كلمه بوتنت، قلنا باورفول انتي انفلاماتوري دراجز اللي مجموعه الاوكسي كامز. في منهم البيروكسي كام، وده مشهور في السوق اسمه فيلدين، له انتيرو هيباتيك سيركوليشن، وده اللي بيخلي التي هاف بتاعته عاليه او طويله. في كمان ميلوكسي كام، ده بقى فيه له بعض السلكتيفيتي على الكوكس 2 اكتر من كوكس 1. وهنشوف الميزة في الآخر لما نتكلم عن كوكس 2، إيه ميزة السيلكتيف كوكس 2 انهيبيتور اللي هم يسيبوا كوكس 1. البروبيونيك أسيد ديريفاتيفز دول إلى حد ما يعني نقول إن هم السيفست بالنسبة للنون سترويدال على مستوى البليدنج وعلى مستوى الألسر. دول برودوس ليس جاستريك إريتيشن وليس بليدنج زان أسبرين. بيمثلهم مين؟ الإيبوبروفين والكيتوبروفين والنابروكسين. في كمان المجموعه السابعه فيناميتس، ولو لاحظتوا ان احنا عاملين دول مجموعات ايه، بنقول الاسامي يا دوب كده عشان تبقى اورينتد بيها، لانهم كلهم مور اور ليس يشبهوا الاسبرين. الميفيناميك اسيد ديريفاتيفز، سوري الفيناميت ديريفاتيفز، في عندي منه الميفيناميك اسيد اللي هو مشهور باسم بونستان، لكنه بقى له مشاكل عشان كده ما بيستخدمش لا في التشيلدرن ولا في البريجنسي، بيبقى الى حد ما توكسيك شويه فيهم، ونوت مور ذان ا ويك يتاخد، التوكسيستي بتاعته عاليه، ممكن يعمل سيفير دايريا وابدومينال بين. المجموعه الثانيه من النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هم السيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز، دول طبعا بيقفلوا مين؟ سيلكتيفلي كوكس 2، تمام؟ يمثلهم سيليكوكسيب اللي هو سيليبريكس، ودول افكتيف انتي انفلاماتوري وانتي روماتيك، وكانوا بيقول ان هو او حتى الان يعني لحد ما ليس جاستريك اند رينال توكسيستي. طيب ليه ليس جاستريك رينال توكسيستي؟ نرجع تاني الحته دي بسرعه كده، ان احنا قلنا ان كوكس 2 ده بيقول ان هو انديوسيبل وبيظهر فقط في اماكن الانفلاميشن لما يحصل انفلاميشن، لكن في العادي هو مش موجود ولا بيشتغل، لكن فقط في الانفلاميشن. فانا لو جيت عملت انهبيشن فقط لكوكس 2 يبقى انا قفلت الانفلاميشن فقط، تمام، وبالتالي يبقى انا افويد مين؟ افويد الجاستريك ريتيشن والبيبتيك ألسر، وافويد الرينال توكسيستي لما بعمل فازو كونستريكشن او يضيع الفازو دايليشن، تمام. وكده قالوا يبقى انا كده حميت مين؟ الكيدني وحميت الستومك. الكلام ده للاسف طلع بعد كده ايه، مش مظبوط، لان الدراجز دي اول ما نزلت كانت غاليه جدا جدا، كان الاسبرين ساعتها ممكن تشتريه ب 10 ساخ، بينما السيليبريكس ده كنت تشتريه بحوالي 35 جنيه. فطبعا يعني كان فرق كبير، بس طبعا على اساس ان هو بيحمي مين؟ الاستومك والكيدني على الاقل. لكن طلع الكلام ده للاسف في مشكله انه لا، ده موجود فعلا برضو في الاماكن، برضو في كتير من الاماكن، يعني كونستيتيوتيف في بعض الاماكن يعني فيسيولوجيكال. زائد في حاجه خطيره اكتر كمان، ان في الكوكس 2 موجود في الاندوثيليال سيلز، والاندوثيليال سيلز لما بيبقى السيركول اوكسجينيز ده اللي موجود وبيشتغل باستمرار بيطلع بروستاجلاندين، والبروستاجلاندين تؤدي الى الريليز اوف نيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد يمنع البليتلت اجريجيشن. طب لما بدي الدواء ده بيعمل ايه؟ يعمل ما يسمى اجريجيشن للبليتلتس، لانه ما فيش بقى النيتريك اوكسايد اللي بيمنع البليتلت اجريجيشن، وبالتالي يحصل بليتلت اجريجيشن، يحصل ثرومبس، وكان بيظهر منه كارديوفاسكولار ثرومبوتيك ايفنتس، وحصل منه مايوكارديال انفاركشن، ويبقى الانسيدنس اوف مايوكارديال انفاركشن فيهم كتير. الله، يبقى انا دلوقتي كنت بحمي الاستومك عشان بيبتك ألسر، ودلوقتي علاج البيبتك ألسر في منتهى السهوله، لان من حد اول ما ظهر الايه البروتون بامب والاتش 2 بلوكرز. اذا احمي الاستومك، وده كان ممكن احميها ببساطه جدا ببروتون بامب انهيبيتور او ميزوبروستول، وفي نفس الوقت اعرض العيان لمايوكارديال انفاركشن، عشان كده استخدامات المجموعه دي قلت بدرجه كبيره جدا جدا، تمام.
يبقى عشان كده بس بنذكرها كده وبنذكر التاريخ بتاعها. في عندي بقى كوكس 3. كوكس 3 ده اللي هو المجموعة التالتة اللي بتشتغل عليه، وبالتالي عندي مجموعة تالتة اسمها Selective Cox 3. يبقى انا خدت Non-Selective تقفل التلاتة كوكس، عندي Selective Cox 2 على امل ان انا اشتغل على الانفلاميشن بس وطلع ان هو بيعرض العيان لميكاردال انفارشن، وعندي كوكس 3 في ادويه Selective Cox 3. دي بقى كوكس 3 موجود فين؟ فقط في البرين. اذا الايفكت بتاع الادويه دي يبقى ليميتد وريستريكتد فقط للبرين، ايه افكت اللي هم حاجتين اتنين اللي هم انتي بايريتيك وانالجيسيك. طيب نشوف بقى ايه اللي يمثلهم. باراسيتامول اللي هو اسيتامينوفين، وطبعا مشهور في الدنيا كلها الباراسيتامول. طيب نيجي بقى لندرس الدواء كاينيتكس. الدواء ده ابزوربشن بتاعه والابزوربت اورال، ده بيعدي البلاد برين بارير قلنا، يبقى خلاص يبقى بيعدي طبعا وبيحصل له امتصاص بسهوله. وطبعا الديستريبيوشن اول اوفر. ميتابوليزم هيباتيك، 95% من الميتابوليزم بيحصل عن طريق الكونجيوجيشن ويز جلوكيرونيك اسيد اند سلفيت، ويكون في الحاله دي ان اكتيف ميتابولايتس. كلام جميل. طيب 5% اللي فاضلين من الدوز اللي انت بتديها بيحصل لهم ميتابوليزم بالسيتوكروم 450 ويتحول الباراسيتامول الى ان اسيتايل بارا بنزوكينون اللي هي ناب كيو، اختصارا ناب كيو. الناب كيو دي توكسيك ميتابولايت جدا، لكن الحمد لله في على طول الستيب اللي بعد الاكسيديشن الميتابوليزم بالسيتوكروم في ستيب بعدها على طول بيحصل كونجيوجيشن مع جلوتاثيون اللي ليها اس اتش جروب، فبتحوله الى نون توكسيك كومبلكس. يبقى الطبيعي لو الواحد واخد الدواء في 5% يمكن يطلع ميتابولايت توكسيك، لكن الميتابولايت التوكسيك ده كميه صغيره وبالتالي بيحصل لها كونجيوجيشن والامور بتمشي في امان. طب هنا بقى لو العيان بقى خد لارج دوز او توكسيك دوز زي الناس اللي عايزه تنتحر يحصل ايه؟ ال 5% دي بقى 5% من 1 جرام غير 5% من 10 جرام او 5% من 20 جرام. فبالتالي ال 5% دي هيبقى كميه اكبر، تمام؟ الكميه الاكبر دي هيحول الى توكسيك ميتابولايت اللي هو الناب كيو كميه اكبر بكتير، تمام؟ طب والناب كيو الكميه الاكبر بكتير دي هيحصل منها جزء، هيحصل معاها كونجيوجيشن بالجلوتاثيون لحد ما الجلوتاثيون ده يخلص، لان الريسورسز بتاعه الجلوتاثيون في الجسم ليميتد، وبالتالي لو عدى الكباستي والليفل والكونتينس بتاعه الجلوتاثيون في الجسم يبقى الناب كيو ده مش هيحصل له كونجيوجيشن، هيفضل ميتابولايت زي ما هو توكسيك ويحصل اكيوميليشن للناب كيو، والعيان ده يخش في هيباتوتوكسيستي مينلي مع نيفروتوكسيستي. يبقى نخلي بالنا بقى في اللارج دوز، رغم ان الدواء ده فيري سيف وممتاز، لكن لو خد لارج دوز هنا بقى هيبقى قلنا ايه الكميه ال 5% دي من الجرعه، هتبقى لما الجرعه كبيره هتبقى 5% دي تمثل كميه كبيره، هتبقى اكتر من الكباستي والكونتينس بتاعت الجلوتاثيون انه يعمل ديتوكسيفيكيشن للناب كيو اللي هو توكسيك ميتابولايت. طيب الاكسكريشن بتاعه ايه؟ رينال موستلي از ميتابولايتس، ويا دوب 5% بس اللي هو تشين اكسكريتد ان تشينج. الداينامكس بتاعته هو بيقفل فقط كوكس 3 اللي هو في السي ان اس. اذا الاكشن بتاعته حاجتين اتنين فقط لا غير، انتي بايريتيك انالجيسيك، تمام، وباورفول از اسبرين في حاله الانتي بايريتيك. ايه تاني؟ يبقى انتي بايريتيك وانالجيسيك هم حاجتين اتنين. طيب اولموست ما فيش بريفرال اكشنز، لا بقى افكت على البلد ولا افكت على اليوريك ولا افكت على الكيدني ولا افكت على الكارديو، ما فيش اي حاجه خالص. يبقى اولموست نو انتي انفلاماتوري، اولموست نو افكت اون ريسبيراتوري كارديوفاسكولار بليتليت ستومك ولا يوريك اسيد. عشان كده الدواء ده جميل جدا لو استخدمه في حالتين اتنين، لو كانتي بايوتيك او انالجيسيك. اذا الثيرابيوتيك يوزز استخدمه ايه؟ انتيبايوتيك او انالجيسيك او الاثنين مع بعض، especially in patients who cannot tolerate aspirin. عيان ما يقدرش يستحمل الاسبرين، اما عنده الرجي او عنده برونكيال ازمه
أو children with viral infection أو bleeding tendency أو peptic ulcer أو gout. في الحالة دي هدي إيه؟ هدي بدل الأسبرين أدي antibiotic analgesic تاني اللي هو زي الباراسيتامول اللي هو very safe في therapeutic range. الإفكت بتاعته إيه؟ التوكسيك دوز أكتر من 10 جرام و4 جرام في الشيلدرن. ورغم ذلك الهيلث اوثوريتيز عامله ريستريكشن للباراسيتامول دوز في الادلت حتى ب 4 جرام. طيب ليه بقى التوكسيك دوز بيعمل ايه؟ يعمل ديبليشن للجلوتاثيون، وبالتالي الناب كيو يفضل زي ما هو بعد ما خلص الجلوتاثيون، وبالتالي الناب كيو يعمل هيباتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي وممكن يؤدي الى ديث، يعني ممكن يبقى فيتال. المانجمنت بتاعته ايه؟ ندي ماده تانية فيها اس اتش جروب عشان نعمل ايه؟ كونجوجيشن مع النابكيو. يبقى ندي ماده زي ايه؟ زي ان ستايل سيستين ودي ريتش ان اس اتش جروب. وندي ممكن كمان اورال ميثيونين. اورال ميثيونين برضو ريتش في اس اتش جروب. ايه الادفرز افكت الثاني؟ الرجي. الاخر تلاقي فين الادفرز افكت؟ مفيش حاجه. لو انت تجنبت اللارج دوز والناس اللي عندهم الرجي، الدواء ده فيري سيف وجميل جدا ومحترم اللي هو الباراسيتامول. هنا بقى نتنقل لمجموعه بقى الايه؟ انتي انفلاماتوري اند انتي روماتيك دراجز. احنا خلصنا الانالجيسيك وقلنا ان هم نوعين كبار اللي هم مين؟ المورفين او الاوبيويدز الناركوتيك، ومجموعه مين؟ الانتيبيوتيك انالجيسيك. طب لو جينا نتكلم بقى كانفلاميشن ونقول الادويه اللي بتستخدم في علاج الانفلاميشن، الادويه اللي بتستخدم في علاج الانفلاميشن على راسهم واقواهم وايه ومفيش زيه اللي هو الكورتيكوستيرويدز، ودول اسمهم استيرويد لان الاستراكشر بتاعهم اللي هو الاستيرويد اللي هو شبه الكوليسترول. يبقى هنا استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو كورتيكوستيرويد زي البريدنيزولون والدريفاتيفز الثانيه ديكساميثازون وغيره. طيب المجموعه الثانيه بقى هتبقى ايه؟ دي استيرويدال، يبقى المجموعه الثانيه ايه؟ نون استيرويدال. النون استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، نون استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز نقسمهم لايه؟ نقسمهم الى رابيدلي اكتنج انتي روماتيك دراجز ار اي اي ار دي، rapidly acting anti rheumatic drugs اللي هم النون ستيرويد اللي احنا لسه درسينهم. طب ما عدا مين بقى؟ ما عدا الباراسيتامول اللي ملوش انتي انفلاماتوري افكت. طيب المجموعه الثانيه slowly acting او slow acting anti rheumatic drugs اس اي اي ار دي، اس اي اي ار دي دول ديزيز كمان موديفاينج انتي روماتيك دي دراجز، ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز اللي هو ديمارد، الديمارد او الاي اس اي ار دي، هم دول اللي هم السلو اكتنج او ديزيز موديفاينج. هنشوف ليه بنسمي الاسامي ديت، وعرفنا خلاص تقسيمه مين بقى الادويه اللي ضد الانفلاميشن، في سترويدال ونون سترويدال. النون سترويدال فيهم الرابيدلي اكتنج وفي السلو اكتنج. نيجي هنا بقى للي هم سلو اكتنج انتي روماتيك دراجز او اللي اسمهم ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز اللي هو الديمارد. دول عباره عن ايه؟ بالنسبه للاوتو اميون ديزيز او الكولاجين ديزيزز بيبقى فيه ابنورمال انتي بوديز اجينست اون تيشوز اوف ذا اورجانيزم، يعني معناها ان الجسم بيطلع انتي بوديز وبيحفز الاميون سيستم اجينست التيشو بتاعته، وخصوصا الكولاجين او الكونكتيف تيشو، عشان ساعات كده برضو بعض الكلمات او بعض الاسامي بتتسمى كولاجين ديزيز. بالنسبه للاسترويدال والنون استرويدال اللي هم رابيدلي اكتنج، دول بيقللوا السيمتومز، يقللوا الحراره، يقللوا الالم، يقللوا الستيفنس اوف جوينتس بس. لكن هل يا ترى بيوقفوا البروجريشن اوف ديزيز والاميون سيستم الاجريسيف اجينست التيشو اوف هيز اون؟ لا طبعا. اللي بيحصل ان السيمتومز بتقل، ولكن التيشو بيحصل فيها دامج، الجوينتس بيحصل فيها دامج ومستمر، وبالتالي هم ما بيقدروش يوقفوا البروجريس اوف ديزيز. بينما الديزيز موديفاينج هنا لا، دول بيشتغلوا ببطء
مش زي الرابيد، زي الاسترويدال والرابيدلي اكتنج نون استرويدال، دول بيشتغلوا ببطء ولكنهم فيهم ميزه ان هم بيوقفوا او ديلي الدستراكشن اوف تيشوز اند جوينتس، وبالتالي هم افضل بكتير في علاج الروماتويد او علاج اللي هم الكولاجين او الاوتو اميون ديزيز. مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم ان الادفرز افكت بتاعتهم عاليه الى حد ما، وبعضهم بيبقى له الادفرز افكت بتاعته بتبقى سيريس جدا. حاليا دلوقتي طبعا هم دلوقتي الفيرست لاين اوف تريتمنت، ولكن بنستخدم فقط الاسترويدال والنسترويدال امتى؟ لما يكون السيمتومز زياده قوي بحيث ان احنا نعملها كنترول، لكن بنعتمد اكتر على مين؟ على الدواء اللي هو تبع ايه؟ تبع الديزيز موديفاينج. بيشملوا عندنا هنا تقريبا خمس جروبس او خمس ادويه، الفلونومايد والكلوروكين والهيدروكسكلوروكين، السلفاسالازين والاميونوسابريسنت ويمثلهم الميثوتوكسيد، والمونوكلونال انتي بوديز اللي هو الايتانرسبت والانفليكسيماب والريتوكسيماب اللي هو المابثيرا. طبعا الادويه دي يعني احنا مختصرينهم جدا بالنسبه لكم، لان دي بتبقى ناس هايلي سبيشاليزد في موضوع الروماتويد والكولاجين ديزيز، فمجرد بس ان احنا بناخد فكره عنها والاسامي ويدوب معلومه صغيره عنها وخلاص على كده. ده اللي هو ديزيز موديفاينج اللي هو الديمارت، نبتدي بقى فيهم ويدوب كلمتين صغيرين على كل واحد بس، يبقى صعوبتها في حفظ الاسماء وخصوصا في الام سي كيو. فعندي اول واحد اسمه ليفلونومايد، ليفلونومايد ده اميونو موديوليتور. طب اميونو موديوليتور طبعا احنا عارفين هو بندي فيه الروماتويدز اللي هو اصلا اوتو اميون ديزيز زي ما قلنا. ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على انزيم مهم في الليمفوسايت اسمه داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز، فبيمنع البايريدين سينثيسيس تمام اللي هو بتاع الدي ان ايه، وبالتالي يقلل الليمفوسايتس ويعمل لها ديبليشن ويقلل الاكتيفيتي بتاعتها. نوت افكتنج نون ليمفويد سيلز، يبقى هو بيشتغل فقط فين؟ في الليمفوسايتس، والليمفوسايتس دي هي اللي بتروح تهاجم الكونكتيف تيشو وتعمل دامج. يبقى انا كده ممكن اقلل الدامج بتاع التيشو زي ما قلنا. طيب عندي كمان الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين، ودلوقتي الموضه بتاعت الايه؟ الكورونا، وقالوا ساعات ان هو بيبقى ينفع في الكورونا، وطبعا كانوا بيستخدم في ايه الهيدروكسيكلوروكين والكلوروكين؟ في الملاريا، هو انتي ملاريال دراج. بيعمل ايه برضو؟ بيقلل التي ليمفوسايتس وستابيلايزز اللايزوزومز، فبي برضو لما بيستابيلايز اللايزوزومز وبيقلل التي ليمفوسايتس اكتيفيتي اللي هم سبب الدستراكشن للتيشو، يبقى برضو كده عشان كده اسمهم ديزيز موديفاينج. يبقى هنا عندي كمان النوع الثاني او الدواء الثاني اللي هو كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين. هو سلفاسالازين، وده عباره عن ايه؟ عباره عن كومبلكس من الامينو 5 امينو سالسيليك اسيد مع السلفاجوانيدين. بيبقى كومبلكس التو مولكيولز يتحدوا ببعض فبيعمل مولكيول واحد. طب بعمله كده ليه؟ بعمله علشان احمي الامينو سالسيليك اسيد ما يحصلوش ابزوربشن قبل ما يوصل للكولون. ليه؟ لسه ماسك في مين؟ في السلفاجوانيدين. لما يوصل للكولون يبقى يحصل له سبليتنج باي كولونيك بكتيريا ويطلع ال 5 امينو سالسيليك اسيد ويسيب مين؟ السلفاجوانيدين. هنا بقى الامينو سالسيليك اسيد وصل كاملا لمين؟ للكولون. بيعمل ايه هنا؟ بيعمل انهبيشن لليوكترين بي 4 وبيقلل الكيموتاكسيس. طبعا لما قلل الكيموتاكسيس يبقى قلل ايه؟ اللي يجي يحصل مايجريشن من الليوكوسايتس والماكروفيج الى السايت اوف انفلاميشن اللي موجود في الكولون تمام، وبالتالي احنا قلنا في فيشس سيركل بقى، تلاقي يجي الليوكوسايتس تروح مطلعه سايتوكاينز وانفلاماتوري ميدييتورز تعمل انفلاميشن، ومن ضمن السايتوكاينز دي تجيب ليوكوسايتس ثانيه، فالليوكوسايتس الثانيه كمان تعمل تطلع سايتوكاينز وتزود الانفلاميشن وتجيب غيرها، فدلوقتي كانك بالظبط بتعمل خناقه وكل شويه تجيب ناس يشتركوا في الخناقه. هنا يوزفول اورالي ان ايه بقى؟ ان كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز، وادي الفكره منه ان انا بستخدمه في الالسرتيف كولايتس،
ان انا بحافظ على الفايف امينو ساليسيليك اسيد يوصل زي ما هو للكولون، بان لما انا ضميته على مين او عملت كومبلكس مع السلفاجونيدين. طيب كمان ممكن استخدمه في الروماتويد ارثرايتس. المجموعه الرابعه بيبقوا مجموعه الاميونو سبريسنس، وهناخد منها بس دواء واحد، اميثوتريكسيت اللي هو انتي فوليك اسيد، وبيقلل الميتابوليزم بتاع الدي ان اي. ده انتي ميتابولايت ويمثله قلنا الميثوتريكسيت. زي ما انتم شايفين احنا بس مجرد بنقول اسامي فقط كفايه قوي، واذا قلنا الميكانيزم يبقى ده علشان الام سي كيو. دي بقى مجموعه الاخيره اللي هي مونوكلونال انتي بوديز. دي بنصنع الانتي بوديز دي بالبايو انجينيرنج، دي ان اي بايو انجينيرنج. والمونوكلونال انتي بوديز دي لما بتتصنع بنصنعها اجينست سيرتن سايتوكاينز وفاكتور بتعمل دامج للتيشوز. على راسهم مين؟ على راسهم الدواء اللي اسمه انفليكسيماب وايتانرسبت. انفليكسيماب وايتانر ده بيعمل ايه؟ زي ار مونوكلونال انتي بوديز، بيعملوا بلوك للتيومر نيكروزيس فاكتور اللي هو تي ان اف الفا، which has an important role in promoting inflammation. Infliximab هنا بقى reduces the sign with symptoms but doesn't cure rheumatoid arthritis. لكنه احنا الادويه دي فعلا ما بتعالجش، يعني بتخفف العيان وتضيع منه الروماتويد ارثرايتس زي ما قلنا، ولكن على الاقل خالص بتقلل الدستراكشن بتاع الجوينت وبتعمل له ديلي والتيشوز كلها. طيب في كمان عندي ريتوكسيماب اللي هو مابثيرا، ده مونوكلونر برضو انتي بوديز لكنه دايركتد لانتيجين موجود على البي لينفوسايت اللي اسمه سي دي اللي هو كلاستر اوف ديفرنشيشن نمبر 20 سي دي 20. طب ده ايه دوت الانتيجين ده؟ ده عباره عن ترانس ميمبرين بروتين اكسبريست على البري بيتا البري بي لينفوسايتس البري بي لينفوسايتس يعني بريكيرسو، وكذلك على الماتيور لينفوسايتس. فلما يهاجم الانتيجين ده يعمل ايه؟ يموت التي لينفوسايتس فيعمل ديبليشن للتي لينفوسايتس. طيب يبقى هو مركز على مين؟ على التي لينفوسايتس اللي بتروح لقلنا للتيشو الكونكتيف تيشو وتعمل له دامج وتدمير. It controls not only symptoms السيمتومز لكنها برضو انهبت الاستراكشرال دامج. كل المجموعه اللي قلنا عليها دي اللي هو ديزيز موديفاينج ما بتعالجش صحيح وتخفف خالص والعين يخف، لكن على الاقل خالص بتوقف الدامج بتاع التيشو وبتاع ايه وبتاع كمان الجوينتس. بكده بنوصل لاخر توبيك اللي هو تريتمنت اوف جاوت. نفهم ازاي نعالج جاوت، يبقى لازم اول نعرف الباثوفيسيولوجي اوف جاوت والستيجز او الستيبس في الباثولوجي وفي الديسفانكشن اللي بتحصل والسيمتومز اللي بتحصل. يبقى لازم نعرف الاول الجاوت بيحصل ازاي. هو الجاوت عامه الفكره عنه ان هو دلوقتي زياده في اليوريك اسيد في الجسم او في البلازما، البلازما كونسنتريشن. طيب نمسك كده القصه من اولها ونقول هو طب اليوريك اسيد ايه السورس بتاعه؟ طبعا اما يجي اكسوجينس من بره من الفود او من اندوجينس عن طريق اللي هو البريك داون اوف نيوكليوبروتينز وخاصه البيورينز. البيورينز بيحصل لها بريك داون فبتتحول لهايبودانسين، ثم بالاوكسيديز اللي هو دانسين اوكسيديز تتحول الى دانسينز، ومن الدانسينز ده برضو بالدانسين اوكسيديز يتحول الى يوريك اسيد. طب اليوريك اسيد ده الطبيعي عنده ان هو بيروح للبلد، ومن البلد يروح على الكيدني في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. في عندنا تو بروسيسز، واحده اكسكريتوري بروسيس وواحده ان اي ري ابزوربشن بروسيس. النت ريزلت ايه؟ ان الاكسكريشن او السكريشن لليوريك اسيد يبقى اكتر فبيظهر اليوريك اسيد في البول. طيب يبقى هنا كمان يبقى في برودكشن وفي لوس او اكسكريشن لليوريك اسيد. طب نفترض ان البرودكشن كان زياده قوي او الاكسكريشن ضعف، يبقى هنا عندي اليوريك اسيد زاد. طب اليوريك اسيد لما يزيد في البلد السولبيليتي بتاعته قليله، وبالتالي يحصل له بريسيبيتيشن في ديفرنت تيشوز من اهمهم الجوينت، وبيساعد البريسيبيتيشن لليوريك اسيد في الجوينت
ان الجوينت بيبقى فيها سام اسيديتي، فبتترسب على شكل كريستالز اسمها مونوسوديوموريت. المونوسوديوموريت دي بتعمل استيموليشن وانهانس الاستيموليشن لمين؟ للفاجوسايتس الماكروفيج والليوكوسايتس، فبتعمل لها فاجوسايتوسيس. هل يا ترى المشكله اتحلت بكده بحصل فاجوسايتوسيس؟ للاسف لا. لما بيحصل فاجوسايتوسيس بيحصل حاجتين. اول حاجه ان الفاجوسايتوسيس ده بيؤدي الى ريليز اوف سايتوكاينز بتعمل كيموتاكسيس لمور ماكروفيج وليوكوسايتس عشان تيجي تاني للجوينت. يبقى هنا يحصل ريكروتمنت او زياده في عدد الليوكوسايتس اللي بتوصل بالمايجريشن للجوينت، فتزودت الليوكوسايتس، وطبعا وجود ليوكوسايتس مع ماكروفيج يعني انت بتعمل انفلاميشن زياده. طيب الجزء الثاني ان هو لما حصل فاجوسايتوزيس للاسف الكريستلز دي بتموت كيلينج ذا ليوكوسايتس والماكروفيج، فلما يحصل لها كيلينج بتريليز الكونتينس بتاعتها، ومن اهمهم اللي يهمنا فيهم اللاكتيك اسيد والهيدروليتيك انزيم. اللاكتيك اسيد بيزود الاسيديتي، والهيدروليتيك انزيم بتعمل ديستراكشن اكتر للجوينت. طيب لما انا زودت اللاكتيك اسيد وزودت الاسيديتي يبقى عملت مور بريسيبيتيشن للكريستالز، يبقى الكريستالز زادت اكتر وجت من البلازما اكتر هنا في الاسيديك ميديوم، دخلت فين؟ حصل لها فاجوسايتوزيس، عملت الفاجوسايتوزيس بالماكروفيج جابت ليوكوسايتس اكتر، وكمان حصل لها رابشر ويبقى فيشس سيركل. يبقى كده عرفنا القصه كلها. طب لما اجي اعالج انسان زي ده اعمل ايه؟ انا هنا عند الادويه اللي متوفره عندي اللي هي الادويه الانتي انفلاماتوري زي النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وعلى راسهم الاندوميثاسين اللي هو الاندول جروب، والاس اي اي دي اللي هي زي الكورتيكوستيرويد اللي هو ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يبقى النون استرويدال والاسترويد ادي جروب نقدر نستخدمه. طب الجروب الثاني اعمل ايه؟ في عندي كمان الكولشيسين. الكولشيسين ده بيمنع المايجريشن بتاع مين؟ بتاع الليوكوسايتس والماكروفيج من البلازما او من التيشوز انها تروح لمين؟ لمنطقه الجوينت في السينوفيال والسينوفيال ميمبرين. يبقى السينوفيوم والسينوفيال ميمبرين. يبقى هنا كمان ان قلنا ايه؟ ان الريشال سيركل دي بتزود الايه؟ الانفلاميشن ورا بعض، وبيحصل اكسجريشن اكتر. يبقى انا هقفل الفيشس سيركل دي بان انا اقفل المايجريشن عن طريق دواء اسمه ايه؟ كولشيسين. يبقى دي تاني نقطه. طيب ايه كمان ممكن استخدمه؟ استخدم الالوبيورينول اللي هو يمنع تكوين اليوريك اسيد. طب يوقف ايه؟ يوقف تحول الهايبوذنسين الى ذنسين والذنسين الى يوريك اسيد، ده الالوبيورينول. يبقى عن طريق inhibition of ذنسين اوكسيديز انزيم يبقى انا قللت البرودكشن اوف يوريك اسيد، تمام، وقف عند مرحله الهايبوذنسينز. الهايبوذنسينز ده هايلي سوليبل، وبالتالي سهل قوي ان الجسم يتخلص منه بدل ما يتخلص ايه في صوره يوريك اسيد اللي هو صعب الاكسكريشن له. يبقى ممكن استخدم الالوبيورينول تو ان اي ديكريز البرودكشن اوف يوريك اسيد، وبستبدل بداله واقف عند خطوه الهايبوذنسين. الطريقه الرابعه ان انا اعمل ايه؟ ازود الاكسكريشن اوف يوريك اسيد. ازاي؟ ان ادي ادويه اسمها يوريكوزوريك دراجز علشان تخرج مور مين؟ مور يوريك اسيد في اليورين، وبالتالي الليفل اوف يوريك اسيد في البلازما يقل، وبالتالي التندنسي فور بريسيبيتيشن تقل. بكده يبقى فهمنا الى حد ما الباثوفيسيولوجي، ونشوف الادويه بقى اللي عندها برضه تكرار تاني للكلام. وهنا شكل الايه؟ الابر اللي هي مونو صوديوم يوريت اللي هتبص فيها هنا. لو انت وقفت بقى التدوت اللي هو السلايدز ممكن او الفيديو ممكن او تبقى تشوفها كويس. الاكوت اتاك ندي ايه؟ ندي انتي انفلاماتوري دراجز يا اما نون استرويدال يا اما استرويدال. النون استرويدال هاف بيكام ذا تريتمنت اوف تشويس فور اكوت جاوت، زي مثال اندوميثاسين او نابروكسين، بينما الاسترويدال ريزيرفد فور بيشنتس ان ايبل تو تيك نون استرويدال. يعني لو نون استرويدال فيها مشكله او مش جايبه نتيجه، في الحاله دي ممكن ادي استرويدال. ممكن على ايه؟ ممكن ادي كورتيكوسترويد او زي البريدنيزولون، او ادي اي سي تي اتش عشان يزود الاندوجينس كورتيزول. طيب طبعا في الحاله دي انا بحافظ على الايه؟ على الكورتكس، لان انا لو اديت كورتيزول من بره بعمل ايه؟ بقلل
الجروث والفيتاليتي بتاعت الادرينال كورتكس، فممكن او يحصل لها اتروفي. فانا لما بدي اس تي اتش يبقى افضل من اني ادي كورتيزول. الدواء الثاني اللي قلنا عليه الكولشيسين also effective for treatment of acute gout، لكن مشكلته انه بيعمل severe GIT side effect، فبالتالي بنخاف منه والعيانين ما يقدروش يستحملوه. وبيبقى useful امتى بقى؟ لو non steroidal او الكورتيكوستيرويد are contraindicated or not tolerated. ليه؟ لان السيفيريتي بتاعته اعلى والادفيرت افكت بتاعته اشد. طب نيجي بقى للبروفيلاكسيس بتوين اتاكس، ده في الاكيوت اتاك، يبقى هنا عايز حاجه بسرعه تريح العيان. الاثنين دول في منتهى الجمال في انه العيان يستريح. طب في البروفيلاكسيس يبقى انا هعمل حاجتين، هزود الاكسكريشن باليوكوزيركس. زي ايه بقى في الادويه ديت اللي هي بتزود اليورينري اكسكريشن فوليك اسيد؟ ان انا ادي بروبنسيد ده يوريكوزوريك، تمام، بس اديه اكتر من 1 جرام في اليوم، او اودي دواء تاني اسمه بنز برومارون، ده بيبقى جرعته قليله ومفيش بقى ايه ان دوز عاليه تزود الاكسكريشن ودوز قليله تقلل الاكسكريشن، زيه زي ايه؟ زي الاسبرين. يعني هنا البروبنسيد عامل زي السلسليت. طيب الطريقه الثانيه ان اقلل السنسز اوف يوريت اللي هو اليوريك اسيد. بقى والدواء الكولشيسين ده له انتي جاوت افكت، بيشتغل ازاي؟ هو افكتيف ان تريتمنت اوف اكيوت جاوت. هل هو بي افكتيف في الاذر تايبس اوف ارثرايتس؟ لا. هل هو كان افكت اليوريك اسيد سنسز اور اكسكريشن اور اس بلاد ليفل؟ لا. انما بيشتغل ازاي؟ بايند تو مايكرو تيوبولر بروتين اللي اسمه تيوبولين اوف بوليمورف نيوكلير ليوكوسايت، يؤدي الى ايه؟ انها ما بتقدرش تتحرك. ده اللي هو التيوبولين ده هو السكيلتون بتاع السيل اللي بيخليها تتحرك، فبايه بيخليها ما تقدرش تتحرك، وبيقلل المايجريشن اوف بوليمورف نيوكلير ليوكوسايت تو جونز. وبالتالي لما قلل وصول البوليمورف والماكروفيج الى السايت اوف انفلاميشن اللي هو في الجوينت، يبقى كده منعت الفاجوسايتوزس اوف مونوسوديوم يوريت، لان مفيش فاجوسايتس هتيجي علشان تاكلها. كذلك ما يبقى مفيش رابشر لليوكوسايتس، مفيش ريليز لللاكتيك اسيد، وبالتالي نو انفلاماتوري اسيديتي اللي هي اكسايت مور بريسيبيتيشن اوف يوريت. كذلك نو ريليز اوف كيموتاكتيك فاكتور عشان تجيب مور ايه؟ مور ليوكوسايتس وماكروفيش. وبالتالي no further precipitation of urate crystals. هنا طبعا يبقى هو كل شغله على مين؟ على الميكروتيوبولر بروتين اللي هو تيوبولين، علشان يقلل الميجريشن بتاع البوليمورف نيوكلير ليوكوسايت، وقلل الاكساجريشن والفيشس سيركل اللي بتزود الانفلاميشن اللي بيبقى موجود. ليها كمان افكت تاني نتيجه طبعا ان هو بيعمل ايه على التيوبولين. هو برضو التيوبولين ده بيبقى ضروري ل اللي هو السنتريول، لو تفتكروا في الايه الديفيجن بتاع السيلز، فبرضه بيأثر عليه، بيمنع التيوبولين ده، بيعمل له انهبيشن، فبالتالي له انتي كمان مايتوتيك افكت، يعني انهبيت سيل ديفيجن. الدوز بتاعته اكيوت اتاك اوف جاوت، الماكسيمم دوز في اليوم ما تزيدش عن 6 مللي جرام. امتى استخدمه؟ لو النون سترويدال والسترويدال ار نوت توليريتد اور كونتر انديكيتد. بنستخدمه ازاي؟ دي بتعرف بقى ازاي بيستخدم. اورالي بندي 1 مللي جرام، ذن نص مللي جرام كل ساعتين لحد ما العيان يرتاح او تظهر التوكسيستي، فما اقدرش ازود عن كده. ممكن يتاخد انترافينوس 2 مللي جرام، بعد كده نص مللي جرام كل 6 ساعات. طيب هل الكولشيسين ينفع في اي نوع تاني من ارثرايتس؟ لا، ما يجيبش اي نتيجه في اي نوع من ارثرايتس. علشان كده ساعات بنستخدم الكولشيسين كدايجنوستيك تيست. لو واحد عنده ارثرايتس ومناش عارف السبب ايه، ممكن ادي كولشيسين، لو استجاب واتحسنت الحاله لانه سبيسيفيك جدا وافكتيف جدا في الجوت، لو اتحسن يبقى ده جوت. طب لو ما اتحسنش يبقى نوع تاني من الارثرايتس. ممكن استخدمه كمان في البروفيلاكسيس اوف جاوت، بس هنا التوكسيستي برضو بتخلي ايدينا ما تقدرش نستخدمه كتير. بنستخدمه في بحدود 1 ل 2 مللي جرام كل اسبوع مره. طيب ممكن كمان استخدمه بقى في حاجه تانية، بروفيلاكسيس اوف فاميليال ميديترينيان فيفر.
اللي هو بولي سيروزايتس، بيبقى نوع من انواع الانفلاميشن في معظم السيروس ميمبرنز اللي في الجسم، فبيقلل في الحاله دي برضو الالام اللي بتبقى موجوده والانفلاميشن. يبقى فاميليال ميديترينيان فيفر مش ميديترينيان انيميا، انيميا البحر المتوسط، لا مش الفافيزم ده، فاميليال ميديترينيان فيفر بولي سيروزايتس، يعني السيروس ميمبرنز في كل الجسم بيحصل لها انفلاميشن بتاعته ايه. وهي اشد حاجه بقى الجي اي تي، بيعمل نوزيا وفوميتنج ودايريه، وبتبقى ساعات بلادي دايريه، بيعمل هيباتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي، فبيعمل هيماتوريا والجوريا في الكدني، على البون مارو ممكن يعمل ديبريشن، على الماسل ممكن يعمل مايوباثي واتروفي للماسل وديستراكشن ليها، على الهير بيعمل ريفرسبل الوبيشيا. طبعا الادفيرس افكت بتاعته سيفير، وبالتالي ما بنستخدموش الا ايه، الا بعد لو بعد النون سترويدال او السترويدال فشل. دي بقى المجموعه الثانيه اللي هي بتعمل بتزود الاكريشن اوف يوريك اسيد. عندنا دواء اسمه بروبنسيد وبنز برومارون. البروبنسيد ده بيشتغل اكتر من 1 جرام يقلل اليوريك اسيد ري ابزوربشن، تمام، وبالتالي لما اقلل الري ابزوربشن يبقى انا سايب الايه، السكريشن. وبالتالي احنا قلنا في اليوريك اسيد، معنا قلنا الاسبرين كان فيه تو بروسيسز، واحد ري ابزوربشن وواحد للاكسكريشن، فانا دلوقتي عملت ايه، وقفت الري ابزوربشن وسبت السكريشن، يبقى بالتالي الاكسكريشن اوف يوريك اسيد بيزيد، وبالتالي يبقى له افكت يوريكوزوريك افكت. خلي بالك انك ما تدوش اقل من 1 جرام، لانه في الحاله دي هيقلل اليوريك اكسكريشن زيه زي مين، زيه زي الاسبرين، بس الاسبرين كان الحد الفاصل كان بدل 1 جرام كان 5 جرام لو نفتكر. طيب بيعمل ايه؟ بيقلل اكتيف تيوبولر اكسكريشن اوف ويك اسيد دراجز، يقلل اكتيف تيوبولر اكسكريشن اوف ويك اسيد دراجز. فاكرين في الجنرال كان في عندنا ايه؟ كان في عندنا في للاورجانيك دراجز او اورجانيك ماتيريالز او سبستانسز، كان عندنا تو اكسكريتوري سيستمز، واحد للبيزك وواحد للاسيديك، فهو هنا بيوقف التيوبولر اكسكريشن اوف ويك اسيديك دراجز. فبالتالي البنسلين والبارا امينو سلسليك اسيد ده علاج للتي بي اللي هو الدرن، هنا بيزود الديوريشن بتاعت الادويه دي، وتبقى حاجه جميله، وبوفر عليا ان بدل ما ادي البنسلين كل 4 ساعات او كل 3 ساعات اديه كل ايه 8 ساعات. كذلك بقى بيقلل الاكسكريشن اوف ثايزايد ولوب ديوريتيك. للاسف الثايزايد ولوب ديوريتيك لازم يحصل لهم اكسكريشن بالسيستم ده ويخشوا جوه اليومن بتاع التيوبيولز عشان يشتغلوا من الانر سايد اوف تيوبيولز او اللايننج بتاع التيوبولر اليومن. فبالتالي لما امنع ان هم يوصلوا للسايت اوف اكشن اللي هو اليومن للرينال تيوبيولز، يبقى انا كده مش هقدر، الادويه دي مش هتقدر تشتغل، وبالتالي انتاجونايز زير دايوريتيك افكت. طب ايه الادفيرس افكت بتاعتهم؟ بيزود الرينال يوريت ستون، بيزود الرينال يوريت ستون. لما بيزيد الاكسكريشن في اليورين يبقى الليفل بتاعه والكونسنتريشن زاد، لما بيزيد الاكسكريشن يزيد الكونسنتريشن في اليورين، وبالتالي بيعدي الايه السوليبيليتي مارجن بتاعته، يبقى اكتر من السولوبيليتي، فيبقى الفلويد بتاع اليورين ساتوريتد باليورين باليوريك اسيد، وبالتالي الليفل بتاعه يبقى زياده عن الساتوريشن، فالكميه الزياده دي بتترسب وتعمل ستونز. طيب اعمل ايه؟ اعمل الكالينيزيشن لليورين، وهنا الالكالينيزيشن بتزود السولوبيليتي بتاعه ايه، بتاعه اليوريك اسيد، طبعا عكس ايه، عكس في السينوفيال ميمبرين لما كان في اسيديتي اترسب. يبقى هنا بقى مع لما ادي الدواء ده ما انساش ان اعمل الكلينيزيشن لليورين، وازود الفلويد انتيك علشان كمان ازود الفوليوم بتاعت الميه اللي بيدوب فيها اليوريك اسيد، فالكونسنتريشن يقل، فيفضل في الرينج بتاع السوليبيليتي بتاعته. بيعمل جي اي تي ديستربنس، وممكن يعمل الرجي. تاني اخوه اللي هو بنزو برومارون، هنا بقى ملوش مارجن بقى ان لو زاد عنه يزيد الاكسكريشن ولو قل عنه يقل الاكسكريشن، لا ده على طول يوريكوزوريك، بيزود اليورينال اكسكريشن اوف يوريك اسيد، ونو بارادوكسيكال هايبر يوريسيميا، مش زي مين، مش زي البروبنسيد. ده خلي بالنا من حاجه، وذ يوز اوف يوريكوزوريك دراجز، تملي الكالينايز اليورين وزود الفلويد انتيك،
عشان تخليه دايلوتد اليوريك اسيد ويبقى مو يبقى ايه السوليبيليتي بتاعته موجوده. دونت يوز اسبرين عشان بيعمل انتاجونيزم للجلوكوزوريك دراجز لما قلنا الانتر اكشنز بتاعت الايه الاسبرين. بيشتغل ازاي؟ البيرونول از ميتابولايزد باي زانتين اوكسيديز انزيم، وبالتالي لما بيبقى ميتابولايز بالزانتين اوكسيديز يبقى هو سبستريت وفي نفس الوقت بيعمل له انهبيشن. بيتحول لايه؟ اللوزانسين. بوث الالوبيرينول والالوزانسين اوكيوباي الانزيم وبيعمل له انهبيشن له اللي هو زانتين اوكسيديز انزيم. يبقى هو نفسه بيبقى سبستريت، تمام؟ هو لما بيبقى سبستريت يمنع الانزيم، وفي نفس الوقت الميتابولايت بتاعته كمان بتمنع الانزيم عن الاكشن، يعني بيعمل له انهبيشن. يبقى بوث الالوبيرينول والالوزانسين الميتابولايت بتاعه اوكيوباي اند انهبيت الزانسين اوكسيديز انزيم، وبالتالي ما بيشتغلش فما بيحولش ايه اللي او ما يكملش ما يحولش الهايبوزانسين الى يوريك اسيد. طيب دلوقتي قللت البرودكشن اوف يوريك اسيد، وبالتالي الكونسنتريشن اوف يوريك اسيد في البلازما يقل، وبالتالي يبقى مفيش تندنسي ان يحصل له بريسيبيتيشن لانه ما وصلش لكونسنتريشن عالي اكتر من قدره البلازما انها تدوب. طيب it has no effect on renal excretion، كل الاكشن بتاعه على البرودكشن اوف مين اوف يوريك اسيد. الثيرابيوتيك يوزز بنستخدمه في الهايبر يوريسيميا والكرونيك جاوت. هل نستخدمه في الاكيوت؟ ما ينفعش لانه لسه على ما يشتغل على ما يقلل، ما ينفعش لا هو ولا الليوكوزوريك. اللي بيستخدم في الاكيوت قلنا ايه؟ نون سترويدال او سترويدال او كولشيسين. طيب يعني في حالات الجوتي نيفروباثي لما بيترسب اليوريك اسيد في الكدني فباسمه جوتي نيفروباثي، او يوريت رينال ستون. هنا بقى يوريت رينال ستون بقى ما استخدمش الليوكوزوريك، استخدم مين؟ استخدم الالوبيورينول. ليه؟ لان لو استخدمت يوريكوزوريك دراجز هزود الكونسنتريشن اوف يوريك اسيد في البول، هيزيد عن قدره البول انه يدوب اليوريك اسيد يعني فوق السوليبيليتي بتاعت اليوريك اسيد، فبالتالي الزياده دي هتترسب اكتر وتعمل مور ستونز. بنستخدمه كمان اسوشيتد ويز يوز اوف انتي كانسر دراجز. لما بدي انتي كانسر دراجز بموت خلايا كتيره من الكانسر سيلز بالنيوكليك اسيد بتاعتها، فالبريك داون بتاع النيوكليك اسيد مع اليورين بيزود لي البرودكشن اوف يوريك اسيد. يبقى ساعتها لما ندي ادويه انتي كانسر ابقى خايف من الهايبر يوريسيميا اللي هتحصل فبدي معاها اللوبيرينول. طيب اذا كان اليوريكوزوريك دراجز ار ان افكتيف اور كونترا انديكيت، ان افكتيف مش جايبه نتيجه، العيان ما بتحسنش واليوريك اسيد ما بيقلش، يعني مش قادر ازود الاكسكريشن والبرودكشن اكتر بكتير، في الحاله دي يبقى ان افكتيف. او كونترا انديكيتد قلنا لو في ايه يوريت رينال ستولز، يوريت رينال ستولز ما اقدرش ادي اليوريكوزوريك، هدي بداله ايه بقى؟ ماده تقلل بقى البرودكشن. افكت اوف اللوبيرينول عندي acute attacks of gout during initiation of treatment. بيقولوا ان لما بيبقى الكريستالز دي موجوده وكبرت شويه لو انا ادينا الالوبيرينول هيقلل اليوريك اسيد في البلازما، فيبقى اليوريك اسيد في البلازما اقل من اليوريك اسيد اللي موجود في السينوفيال ميمبرين، وبالتالي يبقى الكونسنتريشن جريدينت في صالح انه بدل ما يبقى يسيب البلازما يروح للسينوفيال ميمبرين او الجوينت كافيتي، لا ده الكونسنتريشن جوه الجوينت كافيتي اكتر، فيبتدي اليوريت ده يرجع تاني للبلازما، وهو بيرجع للبلازما بيدوب السيرفيس. طبعا السيرفيس بتاع الكريستال الاول هي اللي بتبتدي تدوب، فشكل الكريستال بتتغير فتعمل اكسايتيشن او ستيموليشن الفاجوسايتوزيس، وبالتالي اكسايت اتاك of inflammation بقى انها تجيب ماكروفيج ويحصل فاجوسايتوزيس وغيره. ده ليه بقى؟ لان لما حصل ديسوليوشن للكريستال عشان تروح للبلازما اتغير شكلها، وبالتالي حصل ايه؟ حصل تريجرنج لاكيوت اتاك جديده. طب نعمل ايه؟ نمنع الاكيوت اتاك دي ونمنع ان الفاجوس الماكروفيج والليوكوسايتس توصل للجوينت، ان انا ادي كولشيسين في الحاله دي. يبقى في بدايه استخدام الالوبيورينول في واحد عنده جوت يفضل ان انا احط معاه كولشيسين علشان انا عارف ان ممكن يخش في ايه اكيوت اتاك. طيب في كمان سي ان اس افكت بيعمل هيديك وسايكولوجيكال تشينجز، البيهيفير بيتغير شويه.
طيب الالرجي ممكن يحصل مع اي دواء، ممكن يعمل جي اي تي ديستربنس وهيباتوميجالي، ممكن يعمل ليوكوبينيا للاسف لكن نادر، بيتر افويدد ان شيلدرن وديورينج لاكتيشن. احنا مش عايزين بقى نلعب في الدي ان ايه والكلام ده، فبالافضل ان احنا نبعدهم عن الشيلدرن. دراج انتر اكشن هو بيقلل الميتابوليزم اوف بروبنسيد، والميركابتوبيورين ده انتي كانسر، فبالتالي ممكن او الليفل بتاع الميركابتوبيورين ده يزيد لان انا قللت الميتابوليزم بتاعه، فبالتالي ممكن او الميركابتوبيورين الانتي كانسر يعمل توكسيستي اكتر ما هو بيعمل توكسيستي. انتوا عارفين اصلا الانتي كانسر دراجز هايلي توكسيك. في بوكستات، بوكستات ده برضو انزيم انهبيتور، ده مور سيلكتيف وبوتنت انهبيتور اوف زانسين اوكسيديز انزيم اكتر من الالوبيورينول. ده بيستخدم كسكند لاين ايجنت ان بيشنت هو كان نوت توليريت الالوبيورينول، هو اغلى شويه، فبالتالي يعني بنقول الالوبيورينول ادام كافي وشغال يبقى ما فيش مشكله. اذا ما نفعش الالوبيورينول او العيان مش قادر يستحمل الالوبيورينول ممكن ندي فيبوكسستات اللي هو مور سيلكتيف على الزانسين اوكسيديز انزيم. طبعا دوز السنه مش احنا مش مطالبين بيها لكن موجود. كمان بقى ادويه تانية خالص اللي هم بالنسبه للطيور عندهم حاجه جميله جدا، البيورين ميتابوليزم ما بيقفش عند خطوه اليوريك اسيد، لا ده اليوريك اسيد ده تمام بيحصل له ميتابوليزم اكتر خطوه تانية اوكي علشان يكون حاجه اسمها اللانتوين. الالانتوين ده سوليبل وما بيحصلوش ترسيب، يبقى ما عندهمش طيور مشكله مين، مشكله اليوريك اسيد، فراحهم جايبين الانزيم ده اللي هو اليوريكيز، وهنا الاسم بتاعه بالنسبه اللي هو بيستخدم. طبعا اليوريكيز ده اللي هو الانزيم نفسه، لكن الدراج بقى اللي هو بنعمله بالريكومبيننت دي ان اي ريكومبيننت يوريت اوكسيديز انزيم اللي اسمه اليوريكيز اللي هو راسبيريكيز او البيجليتد يوريكيز. وبيجليتد دي معناها اني بحط عليها بولي ايثيلين جلايكول، بولي ايثيلين جلايكول ماده كده كبيره بتبقى يعني بوليمر، بتتحط مع الماده اللي انا عاوز اضيف عليها علشان اطول الديوريشن بتاعه الاكشن بتاعها. فدي بنستخدمها كتير قوي على فكره في الادويه علشان ايه، علشان اطول الديوريشن. يعني مثلا انترفيرون انا عايز اطول الاكشن بتاعه، اروح عامل ايه، اروح حاطط عليه بولي ايثيلين جلايكول على المولكيول، يبقى المولكيول متكون من جزئين بولي ايثيلين جلايكول مع الماده بتاعه الانترفيرون. في الحاله دي الانترفيرون يقعد فتره اطول ما يحصلوش ميتابوليزم سريع ولا اكسكريشن سريع. نفس الكلام بنطبقه مع اليوريكيز، يبقى انا عندي راسبيريكيز وبيجليتد يوريكيز، وعرفنا عن ايه فكره بيجليتد. يبقى هنا دي ان اي ريكومبيننت يوريت اوكسيديز، وده عملناه يشبه مين، اليوريكيز اللي موجود في الطيور، تو كونفيرت اليوريك اسيد تو مور سوليبل اللانتوين اللي قلنا عليه اللي هو مور سوليبل، وبالتالي ريدلي اكسكريتد ان يورين وزاوت بريسيبيتيشن. It is used in hyperuricemia associated with tumor lysis syndrome اللي احنا قلنا عليها، واحد عنده كانسر وبياخد انتي كانسر دراجز فبيحصل لايزس للتيومر، وبيحصل طبعا كميه كبيره من النيوكليك اسيد بقت افيلابل للميتابوليزم منهم بيورين، فبيبقى هاي اوتبوت لمين، لليوريك اسيد. ممكن نستخدمه في البيدياتريك بيشنتس ويز لوكيميا او لينفوما او سوليد تيومرز مالجنسيز، سوليد تيومر مالجنسيز هو ار ريسيفينج انتي كانسر ثيرابي اكسبكتد تو ريزلت ان تيومر لايزس اند سيجنيفيكانت هايبر يوريسيميا اللي احنا شرحناه. كونترا انديكيتد ان جاوت اللي هي الاسبرين سمول دوز اقل من 5 جرام، لما استخدم اسبرين يبقى لازم استخدم فوق ال 5 جرام، او البروبنسيد اقل من 1 جرام، الاثنين نفس الفكره. دايوريتكس ثايزايد واللوب دايوريتك والاسيتازولامايد معروف ان هم بيزودوا اليوريك اسيد، طبعا معروف من ضمن الادفرز افكت بتاعت الايه الدايوريتكس هم بيزودوا اليوريك اسيد. الديازوكسايد نفس الكلام لانه سايزايد لايك فبرضه بيزود اليوريك اسيد بيقلل الاكسكريشن بتاعه. افويد ريد ميت والليفر لانهم في نيوكلوبروتين كتير فبيبقى فيه ضنسينز وبالتالي يوريك اسيد وبالتالي يورزن جاوت. طيب الكافي والتي اللي هم اصلا ميثايل ضنسين لا ما فيهمش مشكله، لان الميثايل ضنسين هيتحول بالضنسين اوكسيديز الى ميثايل يوريك اسيد. الميثايل يوريك اسيد ده ايه؟
ده سوليبل وبالتالي مش هيترسب. اذا القهوه والشاي مش كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم جوت. يبقى جيف ريزون كافي اند تي، مش هقول لك بقى كافي اند تي، يقول لك ميثايل دانسين ديريفاتيفز ان كافي اند تي ار نوت كونترا انديكيتد ان جوت، لانهم هيتحولوا الى ميثايل يوريك اسيد، مش هيحصل مشكله لانهم هايلي سوليبل. ويا رب تكون المحاضرة مفيدة، ونلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله، وشكرا لكم، مع ألف سلامة.